وعليكم السلام ورحمة الله، ايوه معلش انا ازيك؟ اسف، الله يكرمك. أخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب هنكون لايف كمان ثواني. اوكي حاضر. شكرا. Bonsoir tout le monde. Re-salut tout le monde. Alors, je partage avec vous le cours de SketchUp. Je n'ai pas pu le faire avec mon compte, apparemment. Il y a quelqu'un qui a signalé le... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam. Alors, marhaba bikoum fi deuxième cours de BIM. S'il vous plaît, vous faites signe en commentaire, blé, le son est clair. Bonjour. Mimar Nour, bonjour. Identifiez vos amis, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer le cours. Salut, salut tout le monde. Très bien, marhaba bikoum. Alors, on a 2 heures de BIM aujourd'hui. D'accord? Très bien. اوكي جاتون جوست كنلحقوا اون ترونتين باش مسيو عمر سليم يقدر يبدا. تري بيان. اي نوبليي با سي فو بلي لي كومونتير بالعربيه ولا اون انغلي. داكور باش نسهلوا على بعضنا. اوكي دونك نقدر نبدا. مستر عمر اتس اوكي. تمام. يلا بسم الله. بسم الله ان شاء الله. اليوم هنكمل الكلام عن البيم، وان شاء الله لو اي حد عنده اي اسئله برضو يكتبها في الشات ونحاول ان شاء الله نجاوب عليها. طيب في اكتر من نقطه من العوامل اللي هي بنقدر نقيم بيها المشروع. عندنا التايم، تمام، والكوست والكواليتي. الثلاث نقط دول بالنسبه لنا مهمين جدا. فمفروض في الحالات العاديه ان كل واحده فيهم بتيجي على حساب الثانيه. يعني لو انا قللت الوقت فانا هقلل الكواليتي وازود التكلفه، لو انا حاولت ازود الجوده هيجي على حساب الوقت ويجي على حساب التكلفه، لو انا حاولت اقلل التكلفه فده هيبقى على حساب الوقت وعلى حساب الجوده. تمام. فالبيم بيعمل لي بيزود لي 3 حاجات، بيزود لي الكواليتي وبيقلل لي الوقت، انا عايز اقلل الوقت، وبيقلل لي التكلفه. فالتكلفه المفروض مع استخدام البيم، استخدام صحيح، التكلفه بتقل، لان انا بتفادى تضييع الوقت في الكلاشات، بتفادى تضييع الوقت في الار اف اي، بتفادى تكلفه الهدر في المواد، بتفادى حاجات كتير جدا. فدي يمكن اول مره يحصل ان احنا نزود كفاءه الوقت ونزود كفاءه التكلفه ونزود كفاءه الجوده.
طيب في من ضمن الحاجات برضو ان انا بزود الاداء نفسه وبحسن الشغل وبحسن الفهم. في حاجه في الاداره اسمها لاست بلانر. لاست بلانر يعني ايه؟ يعني انا محتاج كل الناس اللي شغاله في المشروع تبقى فاهمه المشروع من اول الاداره العليا بمرورا بالمهندسين مرورا برئيس العمال لحد اخر عامل. انا عايز اصغر عامل يكون فاهم المشروع ده هيتم ازاي، فاهم التفاصيل بتاعته ومعايا في كل حاجه. فدي بتفيد في ايه؟ ان العامل مش مجرد بقول له رص دي رصها، لا هو فاهم فكره الحاجه. فعشان كده بنعمل حاجه اسمها بيم كشك، يعني بنعمل غرفه بيبقى فيها شاشه وبيبقى فيها عرض للبيم موديل، بحيث ان الوركر والعمال يبداوا يشوفوا الشغل بيتم ازاي وفاهمين الصوره العامه للمشروع وفاهمين الجزء المطلوب منهم، وبيبقى فيه جزء من السيفتي بنوريها لهم 3 دي يقدروا يفهموه بشكل افضل. في حلول كتيره جدا، يعني لو في عندي مشكله البرنامج بيفرض لي حلول، بيقول لي ممكن في حل واحد حل اثنين حل ثلاثه. give me a lot of solutions and I choose from these solutions. وفي بعض البرامج بيبدا يحل لك هو المشاكل ويعرض لك عليك، يعني بيسيب جزء للعقل البشري هو يختار، ما يقدرش الذكاء الصناعي ان هو يفرض حلول معينه. تمام؟ طيب لو في سؤال بالفرنساوي لو سمحت حد يعرف يترجمه بالعربي او بالانجليزي على اساس ايه نحاول معاه ان شاء الله. انا درست فرنساوي زمان في ثانويه عامه بس ما استعملتوش خالص، نسيت تماما يعني. تمام؟ فهو في الذكاء الصناعي بيقدر يشتغل مع البيم. ممكن الذكاء الصناعي مع الاوتوكاد بيبقى صعب جدا. ليه؟ هو بيشوف قدام خطوط واقواس وهكذا، يعني ايه اللي اقول لي ان الخطين دول حائط او كولوم او بايب او اي حاجه غير اللاير، وممكن يكون محطوط على اللاير مش مظبوطه. فالموضوع ما بقدرش اتحكم فيه في تقنيه الكاد، انما مع البيم هو بيبقى عارف الحاجات ديت، فانا اقدر اقول له ان في حلول للموضوع دوت. وحتى مثلا لو بنتكلم مثلا على البايب فهو بيفرق كتير لو البايب دي مثلا ووتر او درينج ميه حلوه او صرف. الميه الحلوه مثلا ممكن تطلع وتنزل بيها، انما الصرف لا. فهو بيبدا يفهم الفرق بين الماسوره دي والماسوره دي ويتعامل معاها ازاي. تمام؟ طيب برضه بيعمل لي ريديوس سيفتي ريسك، يعني الخطوره والمشاكل واحتمال ان احد العمال يصاب بنقدر نقللها كتير جدا. في كتب كتيره في الموضوع دوت. يكفي ان احنا بنقلل وقت العمال موجودين فيه في الموقع، يعني بدل ما هو كان موجود 1000 ساعه لا احنا شلنا الهدر فاصبح بيبقى موجود مثلا 800 ساعه، ففرصه ان حدوث الحوادث بتقل. زائد ان احنا بنعمل الشغل في الموقع او في المصنع، اسف، بيتعمل في المصنع وبعد كده يتباعت يتركب في الموقع. فبتفرق كتير جدا لما انا اعمل الشغل في المصنع. المصنع مجهز لتجنب الحوادث وفي زي سير للحاجه او في عمليات ورا بعض او في اماكن مخصصه لان الحاجه تتعمل. تمام؟ يعني لو عندي مصنع مثلا بتاع سيارات فمعروف ان الحاجه دي بتيجي هنا وتركب هنا والحاجات دي، فرصه ان تحصل حوادث قليله. انما في الموقع هو بيجي على اي مكان فاضي ويبدا يلحم، يبدا يقطع، يبدا يعمل الموضوع دوت، فده بيعمل مشاكل كتير جدا. تمام؟ زائد ان في برامج بتفترض شخص افتراضي بيمشي وكل مثلا تحصل حاجه يخبط في حاجه يبدا يقول لي نبهني ان في مشكله في الحته دي اتجنبها. برضه احنا بنستخدم موضوع البيم دوت في البروجرامنج اند لوجيستيك بلاننج. تمام؟ بنستخدمه في ان انا اقدر احدد اماكن الكرين، اماكن السايت، اماكن كل الحاجات دي بقدر اتحكم فيها. تمام؟ فده بيديني امكانيه حلوه جدا في ان انا انظم سير الحاجات وانظم ان مثلا هنا هيبقى المخزن، هنا هيبقى كذا. ممكن في مشروع من المشروعات كنا نحط مثلا 4 كرين، فبدانا نحط الكرين ونشوف هينفع يبقوا 4 ولا لا في محتاجين واحد خامس، لا ما ينفع. مره قبل كده كان في محتاجين تقريبا 6 فاضطرينا عملنا واحد يتحرك موف كرين وفي زي قضبان قطر كده بيمشي عليها رايح جاي بحيث ان هو يغطي منطقه اكبر. وقعدنا نعمل بلاننج للموضوع دوت بحيث ان
نوفر في الاكيوبمنت اللي احنا هنجيبها، سواء الاكيوبمنت دي بتاعت الشركه او احنا نأجرها، فبنحاول ان احنا نقلل استخدامها في الموقع. تمام. في السيفتي برضه اهوت بنبدا نشوف الموقع بحيث ان يعني المخزن يكون معمول حسابه ان هو مثلا في مكان معين، يكون قريب من المواقع البناء وهكذا. تمام. طيب لو احنا بصينا كده، ده السايت سيفتي 2 دي وده 3 دي، فده هنا ممكن العمال ما تبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل، انما هنا 3 دي بيشوف كانه فيديو، سهل جدا ان هو يتخيله، سهل جدا للعقل البشري ان هو يفهم ال 3 دي فيو ويفهم اللي مطلوب منه بالظبط ايه هيتعمل ازاي. دي احدى البرامج اللي بتعمل شيك في السيفتي، ان هو بيمشي الشخص واول ما يقرب مثلا من حاجه يبدا يقع. تمام. وبيعمل ران للبيرسون و if he have any problem he will make something like this cover this to avoid any problem. في من ضمن الحاجات greater predictability، عنده قدرة على التنبؤ بالمشاكل اللي هتحصل. البيم ممكن قبل ما المشكلة تحصل بفترة طويلة تشوفها على الكمبيوتر قبل ما تحصل في الموقع، فده بيفيدني ان انا ما افوجئش بيها في الموقع. في مهندسين متخصصين في سؤال المهندسة جمالية، هل المهندس هو اللي بيعمل ترتيب موقع البناء على البرنامج كما هو ممثل في الشكل؟ ده قسم انا كنت شغال فيه فتره طويله في شركه يو سي سي اورباكون، ودي من اكبر الشركات اللي موجوده في الخليج او بالذات في قطر. في قسم متخصص في موضوع البلاننج، يعني قبل ما بننزل السايت في ناس بقى بيحددوا الاماكن اللي هيتم فيها تخزين الماتيريال، في ناس بتحدد فين الاماكن اللي هيقعد فيها المهندسين، في ناس بتحدد فين الاماكن اللي هتقعد فيها العمال، فين الاماكن بتاعت الكانتين، في الحاجات دي، في قسم بيحدد الحاجات دي. انا اشتغلت فتره في القسم دوت، وكان من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها بلاننج للشغل نفسه، المشروع قبل ما بناخده، والحمد لله من خلال تقنيه البيم قدرنا ناخد اكتر من مشروع بسبب ان احنا كان تقديرنا للتكلفه اقرب للواقع. ففي ناس مثلا مش عارفه التكلفه كام فبتضرب رقم اكبر بكتير، وفي ناس بتحط رقم قليل خالص هتخسر المشروع لو خدته. فاحنا كنا من خلال البيم بنتنبأ بالتكلفه قبل ما بنبدا شغل، بننظم الشغل، بننظم المواقع. الراجل بتاع سيفتي المهندس يعني او صديق شخصي كنا بنقعد مع بعض ونحدد المسارات اللي هتمشي فيه العربيات، بدل ما العربيه تمشي في طريق وبعد كده ترجع في نفس الطريق بظهرها، لا ممكن نعمل لوب بحيث ان ما يحصلش مشاكل وهكذا. طيب السيفتي مانجمنت، بنبدا نعمل الخريطه. في ناس متخصصه في موضوع سيفتي، احنا فكره ان احنا بنقدم لهم تولز 3 دي و 4 دي و 5 دي، بنبدا نقدم لهم حلول اسهل لان هم يفهموا المشكله ويفهموا المشكله للناس يتواصلوا معاها بشكل اقوى. دي الفكره. تمام. ف هو مثلا ده الكرين بنبدا نشوف هيغطي المنطقه دي ولا لا، طب احنا محتاجين نحركه شويه لان في حته صغيره بره وهكذا، فبنبدا نظبط الاماكن بتاعه الكرين، هل احنا محتاجين اثنين او ثلاثه؟ طيب انا هقول لكم على مشكله حقيقيه وانا شفتها بعيني اكتر من فتره طويله، يعني عدد سنين. تمام. المشكله ان اثناء ما هم بيبنوا موقع كان في كرين بنى الموقع والموقع خلص، جم يفكوا الكرين ما عرفوش، الكرين كان محشور، كان موجود في النص. This crane you cannot solve it or remove it. اوكي. فالكرين ده فضل رغم ان هو كان في منطقه حيويه جدا، فضل ما يقارب من مثلا 5 أو 6 سنين موجود في مكانه مش عارفين يفكوا، يعني خلصوا شغل وشالوا المكان كله والكرين مش قادرين يفكوه. تمام. كان الحل الوحيد اللي فكوه بيه ان هم جابوا طياره هليكوبتر تشيل الجزء دوت، وبعد كده تشيل الجزء اللي تحتيه وهكذا. فكان صعب جدا لان هو من حواليه مش قادرين يخيلوا يميل، مش قادرين يخلوه كذا، فما كانش في حل غير ان هم يفكوه بطياره هليكوبتر. ففكره البيم ان انا بتخيل المشكله دي هتحصل ازاي وببدا اوجد لها حلول، يعني ممكن قبل ما كان يخلص اخر دور مثلا يفك الكرين، ممكن كان يوسع له حاجه، ممكن نعمل له فتحه، ممكن كان نحط الكريم بره. فالفكره ان انا قبل ما ابدا في المشروع انا عارف النهايه تحصل ازاي وعارف احل المشكله ازاي. دي الفكره اللي احنا بنستخدم البيم، واللي احنا لما اشتغلنا بالبيم عجبنا جدا ويعني اتحمسنا جدا ليه واصبحنا متعصبين ليه. تمام. وطبعا مش تعصب كريم، هو الفكره كلها
الاداه اللي هتساعدني لو انا في مشروع من المشروعات، لان الاوتوكاد هيساعدني اكتر. انا اشتغل اوتوكاد يعني، لو انا مشروع انا اشتغلت فيه قبل كده وطلب مني ان انا اعمل another one the same، خلاص يبقى انا كل اللي انا هعمله ان انا هاخد نفس المخططات واستعين بنفس الناس اللي كانت شغاله، هم فاهمين المشكله وفاهمين الحاجات وهكذا، فمش محتاج ان انا اعمل بيم. في اكثر من مره ناس طلبت ان انا اعمل بيم، وقلت لهم لا، في الحاله بتاعتكم سبيشال كيس مش هنطبق البيم، لان هو مش هيساعدكم، هتدفع طيب. في مهندسة كاميليا بتقول في البلد احنا كلنا عندنا نفس المشاكل، يعني الوطن العربي كله نفس المشاكل، بنجد صعوبات في اخذ مشاريع بسيطة بسبب الاحتكار والفساد، فما بالك بامور مماثلة. هي الفكرة هنا بقدم على المشروع بحاول ابهره، يعني انا دلوقتي مقدم على مشروع ببدا اقول له انا هطبق البيم، هبدا اعمل كذا، واوريه صور لمشاريع انا عاملها، واوريه كمية الحصر، وممكن يعني ابهره بحيث ان هو رغم ان التاني مثلا دافع رشوه او كده ممكن ناخد المشروع. يعني مشروع في مصر مثلا المتحف الكبير ده خدته شركه اوراسكوم، وعملته شركه اوراسكوم واشتغل فيه ناس كتير من البيم معدنا. كان من ضمن الاسباب اللي خلتهم ياخدوا المشروع دوت ان كان ناس مهندسين هناك دخلوا على الموقع بتاعي بيم اريبيا وبداوا يشافوا الشغل وعجبهم، وما كانش عندهم تيم بيم بس حطوا في قلب الاوفر بتاعهم ان احنا هنعمل شغل بيم وان احنا هنطلع تكنولوجيا. الكلام ده كان قديم جدا 2008 2000 حاجه زي كده، 2009 2010 في الحدود ديت، فعجبهم الحاجات وخدوا المشروع وعملوا بيه شغل كويس جدا، من المشاريع الكبيره جدا في مصر مشروع المتحف الجديد الكبير. تمام، فالفكره كلها ان انا اقدر اعمل برزنتيشن. ممكن واحد يكون بيعمل شغل كويس بيم بس مش عارف يعمل برزنتيشن، فلذلك احنا المره اللي فاتت قلنا اسم كذا برنامج تقدر تعمل بيه شكل حلو من غير ما ياخد منك جهد، من غير ما تبذل جهد خالص، هو بيعمل رندر اوتوماتيك زي اليومن، زي تو موشن، زي انسكيب. الحاجات دي ما بتاخدش وقت، يعني الرندر اللي بتعمله على ال 3 دي ماكس بيعملوه هو في يعني واحد على 100 من الوقت، لو انت حاولت تعمل الشغل ده على الماكس بياخد منك وقت كتير جدا، على اليومن ما بياخدش وقت نهائي، ومش محتاج تبذل فيه جهد. يعني ان انت تقعد يعني ممكن مثلا تقعد 3 4 ايام تلاقي نفسك اتعلمت البرنامج، بينما ال 3 دي ماكس محتاج ان انت تتفرغ على الاقل 3 شهور عشان تتعلم 3 دي ماكس. اهو ده مثلا مشروع من المشروعات، التصميم اللي اتعمل هو نفسه اللي اتنفذ، يعني لوح شوب دروينج هي نفسها لوح الاسبلت. تمام، فنفس اللي اتعمل هنا هو نفس اللي اتعمل هنا. طيب، من ضمن المزايا اللي احنا اتكلمنا عنها في البيم ان انا لو عدلت في اي حاجه في البلان بتعدل في السكشن، بتعدل في السكادول، بتعدل في الخصائص. لو انت عدلت في اي مكان بتعدل في كله. في سؤال جميل جدا اللي هو هل ممكن اكتر من شخص يشتغل في نفس الملف بتاع الريفت؟ دي ممكن. هو في الريفت في حاجه اسمها او البيم عموما، اي برنامج من برامج البيم بيتيح الموضوع دوت. تمام، بيتيح ان انا اكتر من شخص يشتغل في نفس الملف، ولو حد قال ان هو ما بيعرفش يعمل الموضوع دوت فهو الراجل ده بيشغل بيم. هو البيم بيعمل حاجه اسمها ورك سيت، يعني خلينا نبص عليها كده. تمام، ده مشروع حقيقي انا شغال عليه فبلاش نعرضه. تمام، خلينا نفتح مشروع جديد. بينظم الشغل بحيث ان اكتر من شخص يشتغل في نفس الوقت مع بعض. تمام، ببقى عامل حاجه اسمها ورك سيت. ورك سيت دي ليه؟ عشان ما فيش اتنين يشتغلوا في نفس الحاجه في نفس الوقت. يعني في واحد مثلا بيشتغل في الغرفه دي او في الروم ديت، واحد تاني بيشتغل في روم تاني، بحيث ان ما فيش اتنين بيعدلوا في نفس الحاجه في نفس الوقت. تمام، هنشوف دلوقتي موضوع الورك شيرنج ازاي كلنا نشتغل مع بعض في نفس الوقت. في سؤال، هل البرنامج يمكن استخدامه لعرض المشاريع في كليه الهندسه؟ كتير جدا بيستخدم البرامج البيم، يعني البيم دي تقنيه، في برامج كتيره جدا بتشتغل زي ريفيت، اركيكاد، تكلا، و و والحاجات دي كلها بتستخدم في كليه هندسه، وبتستخدم في الماستر، وبتستخدم في الدكتوراه، وبدون اي مشاكل خالص. يعني خلاص ما بقاش اي دكتور يتكلم لان في ناس كتيره عملتها. تمام، طيب انا ممكن اقول له مثلا نيو،
دي كلها مشاريع شغال انا فيها حاليا، تمام؟ ف يعني مش بنتكلم في حاجه هتحصل في المستقبل، لا خلاص الناس شغاله بالحاجات دي. طيب انا دلوقتي عايز اشتغل كورك شيرنج، فباجي على الكلايمت كولابريت. في اوف كورس واي نوت. اوكي طيب الكولابريت باجي على حاجه اسمها ورك سيت، تمام؟ بيقول لي انا هعمل 2 ورك سيت بس، وانت بعد كده قسمهم زي ما انت عايز. عايز تقسمهم مثلا بالدور ماشي، عايز تقسمهم باسامي الاشخاص اللي شغالين في المشروع ماشي، عايز تقسمهم ككاتيجوري يعني الابواب وشبابيك و دورز ويندو وولز. طيب هقول له اوكي، هيبدا يعمل لي ورك سيت. الورك سيت دي محتاجه محاضره كامله لوحديها لانها فعلا فيها تفاصيل كتير قوي، بس هو نظم لي انا الاونر. لو اي شخص اخر حاول يحرك اي حاجه من الشغل دوت هيرفض، هيقول له لا دي بتاعت فلان، لازم تبعت له ريكويست، فهو لازم يبعت لي ريكويست. لو انا جيت ارسم اي حاجه مثلا وول، هو اوتوماتيك بيحطها على انهي ورك سيت؟ لازم يحطها على ورك سيت الول. حرك بس كده سنه. هيحطها على ورك سيت 1. يبقى انت بترسم الول على ورك سيت 1، ومين الاونر بتاعها؟ عمر سليم. يبقى ما فيش حد هيحركك غير لما يبعت ريكويست لعمر سليم، تمام؟ هيقول له دي الورك سيت بتاعت عمر سليم، محدش يقدر يحركها. انت بقى حسب ما عايز تقسم الشغل بتاعك على اكتر من ورك سيت، تمام؟ فنقدر كلنا نشتغل. انا اشتغلت في مشاريع كتيره جدا. كان المشروع مثلا صغير، انا اول مشروع اشتغلت فيه كان سجون في السعوديه. فكان المشروع صغير سمول بروجكت، سو اول انجينير ورك ان ذا سيم تايم ان ذا سيم فايل، اركتكتشر انجينير ستراكشر انجينير ميكانيكال الكتريكال ان سيم فايل ان ذا سيم تايم. اوكي طيب لو جينا نبص في سؤال بيقول هل ممكن نعمل سيموليشن في البيم؟ في سيموليشن، في حتى الريفت نفسه في سيموليشن، وفي ادنس بتتسطب بتعمل سيموليشن، وفي تصدير واستيراد من البرامج بتاعت البيم لبرامج السيموليشن. يعني انا عندي 3 حاجات. برامج البيم نفسها بتعمل سيموليشن في بعض الحاجات مش كل الحاجات. على سبيل المثال مثلا في البيم مثلا، تمام؟ او في الريفت. طيب في الريفت هنيجي السؤال دوت. انا ممكن الاقي عندي بعض الادوات اللي انا بسطبها بتعمل لي سيموليشن في حاجات خاصه بالليد. انا عندي هنا بعض الحاجات الخاصه بالليد اهو، تمام؟ بيعمل سيموليشن متاكد ان انا مطابق للمواصفات وهقدر اخد الليد ولا لا، تمام؟ وبيقدر يعمل امبورت وسبورت لجداول الليد. في عندي جوه الريفت نفسه قائمه اسمها اناليسيس، دي برضو بتعمل سيموليشن، بتعمل لي سيموليشن لللايت وللسولار للطاقه الشمسيه والاناره للمكان. وعندي حاجه اسمها باست اوف ترافل. باست اوف ترافل ده في حاله حدوث حريق، المسافه من النقطه دي للنقطه دي قد ايه، تمام؟ فممكن يكون عندي مسار كبير، فانا اقول له اعمل لي كده. حصل مشكله، ايه المشكله؟ ان هو مش لاقي باب. بيقول لي لو حصل حريقه انت ما عندكش باب، احط الباب وهكذا. فخلي بالكوا ان هو فاهم، يعني ما قاليش وخلاص، لا قال لي لا انت مش حاطط باب مثلا، هيهرب منين؟ فهو هنا اهو زي ما انتم شايفين مشي وتفادى الباب وعملت سيلكت اهوت، فقال لي ان المسار دوت اللينس بتاعه كذا، الوقت الهروب بتاعه كام ثانيه، السبيد السرعه اللي احنا حاسبين بيها كام متر في بالهاور وهكذا، تمام؟ فدي حاجه ممتازه جدا. دي لما كنا بنعملها مانيوال كانت بتاخد وقت كتير مننا، ومطلوبه مننا ان احنا نحسب ابعد نقطه لحد سلم الهروب، فهو حل لنا المشكله دي. طيب في لما يكون مشروع شخص معين مفيش مشكله، انا بتكلم عن مشاريع الدوله. اختيار قانونيا يعني ما تمشي على اساس الابهار او النوعيه، انما على اساس الاقدميه والبرنامج الاقل تكلفه دون اي مراعاه لامور اخرى. في سواء مشاريع دوله او مشاريع حكومه او مشاريع قطاع عام او خاص، في العامل الاساسي هو عامل التكلفه. انما دلوقتي في كود في بريطانيا اسمه البي اي اس 1000 بي اس 91 بي اي اس 91، ده بيديني معايير معينه لو انا عايز عندي مشروع وعايز اختار مين السب كونسلتنت اللي يعمل المشروع دوت، تمام؟
فعندي معايير تانية كتير جدا، يعني الناس فاكره كلها التقييم كله على اساس التكلفه، ما ممكن واحد يكون لسه ما عندوش خبره بالموضوع ويحط سعر قليل جدا، فهو ياخد المشروع ما يعرفش ينفذه، او يعمله بشكل سيء جدا، او يعمله بشكل ما فيهوش اي حاجه كويسه، تمام؟ فلا، في معايير تانية جدا، زي ان الشخص ده يكون عمل مشاريع مماثله. يعني يقول لك ايه، لازم يكون عمل 3 مشاريع مماثله. احنا مثلا كنا في شركه من الشركات، وعايزين، وفي شركه كبيره يعني، وكنا عايزين ندخل مثلا كاس العالم، نعمل استاد. فقال لك لا، شرط تكون الشركه بتاعتك عندها سابقه اعمال في الاستاد عشان تدخل المشروع ده. فكان لازم ندخل مع شركه ثانيه عشان نقدم بروفايل محترم يكون فيه ان احنا اشتغلنا في الموضوع دوت، تمام؟ في معايير كتيره جدا عشان نختار منها، مش بس الفلوس. طيب بالنسبه للدوله، بالنسبه للدوله انت بتحاول تثبت ان انت هتقدم اقل سعر من خلال البيم والجوده والتكلفه، فمحتاج ان يكون في دعم، يكون في حد جوه الدوله متفهم الموضوع ده. قضايا الفساد ما نقدرش نحلها، لو في اي فساد او رشاوى او كده ما نقدرش نحلها. في سؤال كيف ننتقل من 2 دي الى 3 دي؟ طيب لو انت بتتكلم مثلا على الرسمه ديت، طيب انت مجرد تعمل سيلكت عليها على الجزء اللي انت عايزه وتقول له هنا اعمل لي سيكشن بوكس، فبيخش لك عليها 3 دي. او تيجي هنا على شكل البيت ده تدوس عليها يظهرها لك في 3 دي. لو عايز سيكشن بتقول له انا عايز سيكشن، وتبدا ترسم كده فيبدا يظهر لك السيكشن. الاركيكات بالنسبه للحقيقه مش عارف يعني، ما فتيش. هو الاركيكات في حاجات خاصه بالاستدامه، في ايكو ديزاين، ايكو ديزاين ده خاص بالاستدامه، انما في الحريق بالذات ما اعرفش. طيب نرجع، بنلاقي ان في دول كتيره جدا بدات تتبنى البيم، والاحصائيه دي قديمه من 2013، في 2017 في قفزه اعلى من كده. دي بيقارن بين 2013 و2015. هنا عندنا مثلا اليو اس اصبح الاستخدام فيها 79%، كان زمان في 2013 55%، وهكذا. البرازيل 73%، كان زمان 24. فنلاقي كل الدول في قفزه تقريبا الضعف في خلال سنتين. بدات الناس تحس باهميه البيم، وبدا الناس تطبق البيم وتكتشف المزايا اللي موجوده جواه. وحتى دلوقتي كان يعني، انا مثلا بدات البيم ده مثلا في 2007، ما كانش حد يسمع عنه، كنت كل ما اكلم حد عنه يقول لي ايه الكلام دوت، احنا متعودين على الاوتوكاد. فلما الموضوع انتشر خلاص بقى في كتير جدا دلوقتي، حتى لو هو مش شغال بيم بس هو عارف كلمه البيم ومفهوم كلمه البيم بتتكلم عن ايه، تمام؟ طيب من ضمن الاكواد، لو حد عايز يشتغل في موضوع البيم، الكود اللي هو ايزو 19650 ده ان شاء الله نحاول نعمل له زي كورس كده، لان هو مهم جدا. طيب لو احنا بنتكلم على الريفت، الريفت ممكن تستخدمه بدل سكتش اب والاركي كاد. لو انت بتتكلم على البيم، الاركي كاد هو بيم، يعني الاركي كاد من اهم واقوى برامج البيم. ازاي نحسب الانرجي في الموضوع البيم؟ احنا قلنا احنا عندنا في 3 اختيارات. الاختيار الاول من جوه برنامج البيم، في برامج البيم بيبقى فيها حاجات متخصصه، او ساعات بتسطب ادنس. الادنس بتبقى سهله جدا لان البرنامج فاهم فكره البيم، فبيبقى سهل بالنسبه له ان هو يطلع نتائج مظبوطه. او الحاجه الاخرى ان انت تصدر، في شركه اسمها بيلدنج سمارت، او منظمه اسمها بيلدنج سمارت، دي اتكونت من اتحاد الشركات اللي شغاله في مجال البيم، عملوا شركه اسمها بيلدنج سمارت، مهمتها انها تعمل حاجات وسيطه تتبادل المعلومات من خلالها. فاخترعوا كذا امتداد تقدر تصدر وتستورد من خلاله المعلومات من برنامج الاخر. يعني ممكن تعمل شغل على برنامج مثلا تعمله على ريفت وكمل على الاركيكاد، او تشوفه في الاركيكاد. عملوا حاجه اسمها اي اف سي، بنقدر نتبادل المعلومات من خلالها. بيعملوا حاجه ثانيه اسمها الجي بي اكس ام ال، ده بياخد المعلومات بتاعتك ويديها لاي برنامج من برامج الاستدامه. يعني لو انت شغال على اي برنامج برامج الاستدامه تقدر تاخد الشغل من البيم لبرامج الاستدامه، وتخش هناك تلاقي كل المعلومات اللي تحتاجها، مش محتاج ان انت تدخل معلومات. تمام؟ يعني على سبيل المثال، صديق كان بيشتغل على سي اف دي اللي هو المسارات بتاعت الهواء والحريق والدخان والحاجات دي كلها.
تمام. فكان بيقعد مثلا اسبوع عشان يدخل المعلومات اللي هو عايزها، لان البرنامج مش مخصص للرسم 3 دي، مش مخصص للنمذجه. فانا بقيت اعمل له الحاجه في ثواني. معلش يا باشمهندس كمال، ذا لانجوج اوف اي اف سي، مش فاهم السؤال. تمام. فبدل ما كان بيقعد اسبوع عشان يعملها، انا بقيت اعملها مثلا في ساعتين ثلاثه وابعتها له، هو اشتغل عليها على طول. فوفرنا تقريبا اسبوع من الشغل، بقى ياخدها يعمل بس ران للبرنامج. الاي اف سي هو امتداد او صيغه او طريقه لغه مشتركه بين البرامج. انا مجرد ان انا عشان اعمل اي اف سي، مجرد ان انا بقول له اكسبورت اي اف سي بس. طيب لو انا عايز اعمل انسرت، انسرت لينك اي اف سي، كان انا بعمل لينك ريفت بس بدل ريفت بقى اي اف سي. اي اف سي يقبل الحاجات من البرامج الاخرى، بنلاقي عندنا اي اف سي، اي اف سي اكس ام ال، اي اف سي دي، هم الثلاثه نفس الفكره كلهم من بيلدنج سمارت. طيب هو يعني تقريبا هي الدي دبليو جي ده امتداد خاص بالاوتوكاد، اختصار للدروينج. تمام. لما لقوا ان في برامج تانية بتعمل حاجات غير الدروينج وكلها في الكاد، عملوا حاجه اسمها دي اكس اف. دي اكس اف ده امتداد لتبادل تبادل الملفات بين البرامج. الاي اف سي هو ملف بحجم صغير بس فيه كل الداتا اللي احنا ممكن نحتاجها. تمام. فممكن هجيب لك صور كده للاي اف سي. طيب اوريك صور كده سريعه لموضوع الاي اف سي فورمات. زي ما احنا شايفين يقدر ياخد امتدادات كتيره مختلفه. هنا مثلا اهو ده برنامج مجاني بتفتح فيه ملف الاي اف سي، تقدر تشوف كل حاجه، واي حاجه بتعملها سيلكت بيبدا يجيب لك المعلومات اللي انت محتاجها عن الموضوع دوت. وهو في برامج كتيره ممكن تبقى شغاله مع بعض في نفس الوقت. ده مثلا الصيغه بتاعت الملف الاي اف سي، تمام، بيبقى مكتوب بالصيغه زي كده. ممكن احنا مش فاهمينها بس هي بسيطه. بعد الاي اف سي بتلاقي بقى اسم الملف، وبعد كده في المواصفات بتاعته، يعني اي اف سي دور، وبعد الدور دي القيم بتاعتها. اي اف سي مثلا اهي الفاليو بتاعتها، ده الاريا كذا كذا كذا، بنلاقي كل الداتا ديت. فالداتا دي كلها اصبحت كل برامج البيم بتقدر تفهمها وتقدر تتعامل معاها. تمام. انت مش مطلوب منك تحفظ الامتدادات ديت، انت مجرد بتعمل اكسبورت للملف هو بيبدا يتعامل معاه. تمام. هنا مثلا الريفت كاتيجوري، انا عندي مثلا كات باترن، الاي اف سي بيفهمه ان هو اي اف سي كفرنج. تمام. عندي مثلا حاجه اسمها دروب، هو بيديها اسم تاني، فبيسهل حاجات مشتركه. تمام. جزاكم الله كل خير، الله يكرمك. هو اكتر من امتداد، هو صيغه للتفاهم بين البرامج. ليه؟ لان ممكن يكون واحد شغال ببرنامج زي زي مثلا الريفت، واحد تاني شغال بسكتش اب او باركيكاد، واحد شغال بتكلا، فبيتبادلوا البرامج. باجي هنا في قائمه الريفت واقول له اكسبورت اي اف سي. تمام. انا بحاول اتكلم بالراحه على اساس ان عارف اللهجه بتكون ممكن تكون مختلفه شويه. تمام. من ضمن المزايا القويه جدا، ويمكن يعني لما عملنا استقصاء لقينا ان اغلب الناس شايفين ان دي اكبر حاجه ممكن تفيدنا، موضوع الكلاش ديتكشن. كلاش ديتكشن يعني ايه؟ يعني ان انا اعرف الحاجات اللي خابطه مع بعض. تمام. يعني انا دلوقتي وانا شغال فبلاقي مشاكل كتير اثناء ما احنا موجودين في الموقع. تمام. فبدل ما انا اكتشفها في الموقع واضطر ان انا اقصر واضطر ان انا اوقف الشغل واضطر ان انا اعمل حاجات كتيره جدا، لا، بكل سهوله جدا اقدر ان انا اعمل كلاش ديتكشن. بضغط على زر واحد يبدا يجيب لي المشاكل. ان شاء الله يعني لو بقى وقت ان شاء الله نفتح النفس وركس واوروك ونشوف مع بعض موضوع الكلاش ديتكشن ده لذيذ جدا. يعني انا مش بعدي على حاجه حاجه، لما بنشتغل بالاوتوكاد take a lot of time to discover or search for the clash. But in BIM
just click you have all clashes in the file in the project. تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي ممكن البيم يخرجها لي؟ البيم ممكن يخرج لي سيكشن زي دوت. انا برسم ال 3 دي يطلع لي سيكشن في اي لقطه، يطلع لي ديتيلز تفاصيل، يطلع لي بلان مسقط افقي راسي زي ما انا عايز، يطلع لي شغل 3 دي لاي جزء من الاجزاء. والحاجات دي كلها نقدر ان احنا نشوفها على الموبايل، على الكمبيوتر، على التابلت، نقدر ناخد منها كل المعلومات اللي ممكن نستفاد منها. ممكن نعمل تيست، ممكن نعمل كل التفاصيل اللي احنا ممكن نحتاجها في الموقع هو بيعملها لنا. فاحنا نقدر نقول شكرا لك، وشكرا لبشمهندسة كمالية. طيب في سؤال بيقول هل البيم يستغني على ممكن كان مشروع او قطعه ارض مبني عليها مقاوم للزلازل؟ لو انت دخلت له المعلومات، يعني انت دخلت له معلومات معينه وبتعمل سيموليشن، ممكن يقول لك الحاجه ديت. يعني لو انت عندك المعلومات او يعمل لك المبنى وانت تصدره مثلا لبرنامج متخصص للزلازل، وده افضل ان احنا ندي لو في برنامج متخصص ندي له الجزئيه ديت يبقى افضل. هو البرنامج بيعمل محاكاه، احنا ممكن لو احنا بنهدي المبنى برضه بنعمل محاكاه ونكتشف من الموديل ايه الاعمده اللي ممكن لو احنا ديستروي ات، لو احنا دمرناها او فجرناها المبنى يسقط راسي من غير ما يأذي اي حد من السكان. ودي اعتقد ناس كتير شافت فيديوهات زي كده، مثلا مبنى بيدوه في اليابان بينزل في نفس المكان ما بينزلش ميل يدمر الحاجات اللي حواليه. طيب ايه هو البيم؟ يعني مجرد بس مراجعه اللي فات بحيث ان احنا نشوف ايه هو البيم وايه هو مش بيم. البيم هو كولابريشن، لازم كلنا نتعاون مع بعض. لو انت جبت برامج بيم بس انتوا كفريق مش متعاونين مع بعض او شركات مش متعاونين مع بعض، فالبيم هيفشل تماما من قبل ما تبدا. تمام؟ بتستخدم 3 دي موديل بس هو في اخطر من 3 دي و4 دي و5 دي، مشاركه للمعلومات واعاده استخدامها، اللي سبورت ان احنا كلنا نشتغل مع بعض في نفس المشروع، ديتكت ايرور هو بيكتشف المشاكل وهكذا. طيب بس لازم نبقى عارفين ان هو مش سوفت وير، مش حل لكل المشاكل. في مشاكل كتيره جدا هو ممكن ما يقدرش يحلها، زي موضوع ان ما فيش فلوس مثلا. برنامج البيم، طيب هو ما فيش برنامج البيم، هو في فكره معينه وممكن في شركه تستخدم برنامج معين في دوله معينه. يعني في دول ما تعرفش الريفت، بتستخدم برامج تانية غير الريفت. في الصين عاملين برامج خاصه ليهم في الصين. الصين ما بيستخدمش فيسبوك، ليهم برامج او مواقع غير الفيسبوك. ما بيستخدمش اليوتيوب، ليهم مواقع خاصه بيهم في اليوتيوب. اليابان ليهم برامج متخصصه في البيم وبداوا يعتمدوا على تكنولوجيا البيم. ومن الدول برضو اللي عامله شغل حلو في البيم الهند. تمام؟ بس رقم واحد في موضوع البيم سنغافوره. سنغافوره عامله اكواد رهيبه جدا في البيم، حاجه تحفه. تمام؟ طيب البيم مش برنامج بيسطب وخلاص، لا لازم يبقى فيه فهم لفكره البيم وازاي هنشغل فيها. طيب فالبيم هو الريفت؟ لا، البيم هو اكبر من الريفت، هو فكره وتقنيه. الله ينور عليك، تقنيه وليس برنامج. باشمهندس محمد امين ميرازي ما شاء الله. تمام؟ طيب البيم 3 دي؟ لا، هو اكتر من 3 دي وفي 4 دي و5 دي وفي حاجات كتير كويسه جدا. طيب الباشمهندسه بشرى بتسال انا الافضل البيم في الاركيكاد ولا في الريفت؟ انا لو رحت شركه ولقيتها شغاله بالريفت هشتغل بالريفت. What is the better, الريفت or archicad? It depends. If you work, if the company work revit, I will work revit. If the team work archicad, I work archicad. But if the company, all company work in architecture, no one work in structure, no one work in MMB, I think architecture is better. But if the company, some people work in architecture and another team work in structure, another team work in mechanical, you work in all discipline, I think Revit is better. هل ممكن الاركيكاد يعمل عمل ريفت؟ الاركيكاد بيعمل ريفت، العمل الريفت المعماري بشكل قوي جدا، وحاليا بدخلوا فيه الاستراكشر بشكل حلو ودخلوا فيه الام اي بي. لكن المهندس الميكانيكا بتاع الام اي بي او الكهرباء ما بيلاقيش كل حاجه لغايه دلوقتي. يعني ممكن في الاصدار اللي جاي
يلاقي كل حاجه، ويلاقي الريفت الاركيكات الكهروميكانيكال موجود بشكل كافي. بس حتى الان يعني انا صادق معاكم لاقصى حد، الريفت هو بيشتغل معماري وانشائي وكهروميكانيكال بشكل حلو، الاركيكات بيشتغل معماري بشكل حلو، استراكشر بشكل مقبول، الام بي بشكل مقبول. طيب وي انستول ذا تولز سو وي ادابتد بيم. تمام، وي انستول ذا تول، احنا بنسطب الادوات وبعد ويبقى كده عندنا بيم. لا، انت لو سطبت الريفت وما عندكش ناس بيشتغلوا ريفت، صدقني هيكون ضرر ليك كبير جدا. ممكن الشركه تخسر بسبب ان انت سطبت ومن غير ما يكون معاك حد فاهم بيم شغل الناس، او لو الناس وقفت عند مشكله يقدروا يحلوها. قد يكون هناك مشكلة صغيرة لكن لا أحد يحلها، لذلك ستظل هذه المشكلة موجودة. لازم يكون في حد سبورت. تمام؟ الأركيكاد زي ما باشمهندسة كاملة بتقول كل واحد ليه خواص. تمام؟ فده ممكن يبقى فيه ميزة مش موجودة هنا، يعني أنا شفت مزايا في الأركيكاد مش موجودة في الريفت، وشفت مزايا في الريفت مش موجودة في الأركيكاد. على سبيل المثال السلم في الاركيكاد، السلم ذا ستير ان اركيكاد از فيري جود، اند ذا ايديت فاميلي ان اركيكاد از فيري جود، ذا ايكو ديزاين از فيري جود، اوكي، بات ا لوت اوف بيبل ورك ان ريفت، سو اي ورك ان ريفت، اي ورك ويز ذا تيم، اي كانوت ورك ان بيم الون، اي شود ورك ويز تيم. بيم از ا جيم تشينجر، لازم تبقى عارف ان في كذا تغيير في عمليه الشغل وطريقه الشغل والفريق وكده. طيب البيم للبرزنتيشن او للشو بس؟ لا، هو احنا بنطلع منه لوح شوب دروينج، بنطلع منه لوح 2 دي، بنطلع منه لوح الاسبلت. يعني هو مش مجرد ان احنا بنشوف حاجه 3 دي شكلها حلو واو جميله، لا، احنا بنطلع منه لوح بارقام بقياسات بحاجات قويه جدا. تمام؟ بيم عشان الكلاش تكشن؟ لا، الكلاش تكشن حاجه واحده من عشرات الحاجات اللي البيم بيعملها. البيم للمباني؟ لا، احنا قلنا البيم ممكن نستخدمه في المدن والحاجات ديت. ويوز بيم ان بارلل تو ديزاين برودكشن ورك فلو، بارل ورك فلوز ذا افشنسي انتليجنت بيم. البيم هيلغي الكاد؟ لا، هو بيتعاون معاه وبنصدر الشغل من البيم للكاد، وفي ناس شغلها ملوش علاقه بالكونستراكشن فممكن تكمل شغل على الكاد. طيب بيم مانديتنج، في دول كتيره اصبح البيم عندها اجباري، يعني لو انت مهندس ما تقدرش تعمل شغل غير لما يكون على البيم. تمام؟ امريكا مفيش حاجه اسمها اجباري، بس مشاريع حكوميه، ودي تقريبا بتمثل 65% من اجمالي الشغل في البلد، ده متوسط النسبه دي في الدول في العالم كله يعني. تمام، في دول الكومن ويلث، في دول كوريا الجنوبيه، في دول في استراليا، الدول دي اجباري لازم تشغل بيم. في الامارات، في دبي اصبح اجباري. طب في قطر المشاريع الكبيره اجباري، المشاريع اللي هي بتاعت الدوله اجباري، كاس العالم اجباري. لو انت عايز تشتغل في المشروع بيشترط عليك ان انت تسلم في اخر مشروع بيم. طيب في سؤالين هناخدهم يا باشمهندس فيليب، هل يمكن انشاء مشروع من البدايه الى النهايه فقط ببرنامج البيم مستر ريفت بدون المرور على الاوتوكاد؟ اي نعم، احنا بنبدا الشغل كله على الريفت وما بنفتحش الاوتوكاد خالص، لما بنخلص شغل خالص بنصدر للاوتوكاد، ممكن حتى واحنا بنصدر ما نفتحش اللي احنا صدرناه، احنا بنفتحه بس كتشيك كده نشوف في حاجه غلط في التصدير ولا لا. تمام، بدل ما نبعت الحاجه ويترفض. تمام، فانت ممكن تشتغل مشروع من اوله لاخره معماري وانشائي وكهروميكانيكال بدون ان انت تفتح الاوتوكاد. طيب في سؤال اخر، هل الريفت بيوفر خاصيه الحسابات التقديريه للمباني؟ ايوه، موجود في الموضوع ده بشكل قوي جدا، في حاجه اسمها السكادول. طيب خلينا نشوف الموضوع ده عملي. طيب انتوا فاكرين ان انا رسمت الحوائط ديت؟ تمام، حالا يعني ما كانش موجود قبل كده، ف
فخليني اجي هنا على الاسكادول واقول له انا عايز اعمل اسكادول للوولز، واقول له انا عايز مثلا كاونت، عايز فاميلي، عايز اي معلومه بتختارها بيحطها لك. ممكن تحط له مثلا الفوليوم، الويدث، الاريا، تمام، واقول له اوكي، فبيطلع لي الجدول ادهم اربع حوايط. طيب خلينا نيجي على دي واقول له هايلايت الموديل، وريها لي في الموديل، عمل لي عليها زوم وجاب لي الحيطه اللي انا عايزها. طب ديليت واروح للوول سكادول، هتلاقيهم بقى ثلاث حوايط، تمام. انا عدلت في البلان، تعدل في السكشن، تعدل في ال 3 دي، تعدل في السكادولات كله، تمام. شكرا يا باشمهندس نوال على المساعده في الاجابه. ليه بنصدر اللودكات في الاخر؟ حلو قوي باشمهندس بشرى، بتسال ليه بنصدر اللودكات في الاخر؟ لان اللي بيستلم مننا الموديل بيقول انا ما عنديش حد مثلا في الريفت، او انا عايزه اوتوكاد، او ساعات ما بنصدرش اوتوكاد. يعني في مشروع شغالين فيه ما بنصدرش اوتوكاد، بنصدره بي دي اف، لان المهندس النهائي اللي في الموقع ممكن ما بيشغلش ريفت، ممكن بيشغل بي دي اف، او بيشتغل مطبوع ورق، او بيشتغل كاد. فاحنا بنديله الحاجه اللي هو عايزها، انا بديله الحاجه اللي هو محتاجها، هو بيحتاج اوتوكاد، بيحتاج بي دي اف، وهكذا، تمام. مش كل الناس هتتنقل معانا مره واحده، يعني المشكله في النقله ان في بعض الناس، سواء مثلا سب كونسلتنت، سواء الاونر، سواء كذا، عنده التيم بتاعه بيشتغل كده، وساعات هو يقول لك انا عايز اوريها لحد معين، فانا عايزها بي دي اف، فاحنا لازم نصدر بي دي اف في الاخر. ايوه، في حد شهرزاد اللي بتقول فور ادمنستريشن، مظبوط، تمام. طيب في سؤال، حد سال سؤال من شويه، يا باشمهندس كمال، السؤال لما بتشتغل في مكتبك هل بتستخدم البيم من اول خطوات؟ من قبل ما نفكر في الفكره، يعني احنا لسه مش عارفين شكل المبنى هيبقى عامل ازاي، بنعمل موديل، بنعمل حاجه اسمها ماس، يعني دي الفكره الحقيقيه اللي في الشغل. انا لسه ما بفكرش شكل المبنى هيبقى عامل ازاي، وانا عايز حاجه مش تقليديه، فبدخل في الماس وببدا اعمل اشكال كده زي زوح حديد وجان نوفل والحاجات دي كلها. طيب البيم، خلي في قاعده عندنا عشان ما نقولش البرامج ايه اللي هنستخدمها وايه اللي مش هنستخدمها. انا عايز اعمل حاجه معينه، انا عايز اعمل حسابات حاجه معينه، بشوف افضل برنامج ممكن يعمل لي الحاجه ديت، تمام، بدي الحاجه افضل برنامج ممكن يعمل الحاجه دي. انا اهم حاجه بالنسبه لي مش السوفت وير، اهم حاجه بالنسبه لي الاحتياجات بتاعتي، انا مطلوب مني ايه. انا مطلوب مني مثلا ان انا اعمل حصر، طيب البيم ممكن يعمل حصر، بيعمل حصر كويس، خلاص انا هعتمد عليه، تمام. طيب لا، احنا فعلا لما بنشتغل في رسم الفكره ولسه بنفكر، انا بعملها من خلال بيم. في بعض الاوقات بنعمله من خلال برنامج اسمه جراس هوبر، لمجرد ان احنا نعمل سيموليشن. يعني ممكن تعمله مثلا على ريفت بتاعت الجراس هوبر، او تعمله على جراس هوبر وتعمل سيموليشن عليه، لان الجراس هوبر جواه مكتبه برامج قويه جدا. جراس هوبر هاف بيج لايبراري، بيج بلجنز، ادنس، فيري جود. في المستقبل ان شاء الله نلاقي المكتبه دي كلها موجوده جوه الريفت، يعني في خمس ست محاولات ان هم ياخدوا المكتبه كلها وتبقى موجوده جوه الريفت، زي مثلا هاني بي مثلا، في كذا مكتبه موجوده هتنقل جوه الريفت، ده هيسهل علينا هنشتغل عليه، تمام. عامل كل شيء. الريندر في الريفت، ممكن تعمل ريندر فوتوشوب بشكل حلو جدا، تمام. يعني انا ممكن اعمل، لو انت عايز تعمل ريندر حلو، يعني مش عايزين ندخل في القصه دي كلها عشان ما تاخدش وقت، بس لو انت جيت تعمل الريندر في الليفل هنا ما بيجيش بشكل حلو. طب اجيبه بشكل حلو ازاي؟ تخش في 3 دي وتعمله كده، وتبدا تغير الالوان اللي انت عايزها وتطلع شكل حلو. يعني انا لو انت عايز تعمل ريندر حلو للمساقط، خش في 3 دي واعمل ارسم فلور وغير الالوان بتاعتها واعمل كل ده، هيطلع لك حاجه قريبه من فوتوشوب. لو انت قوي في الفوتوشوب، نصيحه مني، صدر الشغل بتاعك للفوتوشوب وكمل على الفوتوشوب، تمام. الفكره كلها انا بلعب بالاداه القويه عندي اللي طلع بيها شغل كويس، تمام. يعني ممكن طب واحد طلع شغل بالسكتش اب كويس، خلاص اعمله بالسكتش اب. انا بعرف اعمل كل شغل بتاع السكتش اب بعمله بالريفت، خلاص انا هعمل على الريفت، تمام. لو انا عندي الريندر فيه مشكله، اروح اشوف الريندر ده ممكن يتحل مثلا باني برنامج،
عندي بدائل كتيره. فالفكره كلها مش مرتبط ببرنامج قد ما مرتبط بان انا اعمل الشغل المطلوب مني بشكل قوي. تمام؟ يعني لو انا مطلوب مني مثلا ان انا اعمل مثلا تحليل انشائي، طيب التحليل الانشائي في الريفت بيطلع بشكل مش قوي، لا انا هعمل التحليل الانشائي ده على برنامج الساب او الروبوت. سهل جدا بعد ما تعمل الشغل على الريفت ان انت تصدره للروبوت او تصدره للساب او تصدره لاي برنامج من برامج التحليل الانشائي. الريفت فيه تسليح، فيه تسليح بشكل قوي جدا زي ما انتم شايفين، تمام، وحاجات خاصه بالريانفورسمنت. بس الافضل ان انا اعمل برنامج متخصص في التسليح. يعني انا ببدا اشوف كل اصدار بيطلع هل الريفت قدر يوصل ان هو يعمل 100% من ادوات التسليح ولا مضطر ان اروح برنامج ثاني وهكذا. لو انا مطلوب مني شغل بسيط في التسليح ممكن اعمله هنا. ممكن لو انت في سؤال، يمكن نعمل كل حاجه ونخلي الرندر نصدره اي برنامج اخر. الريفت فيه ان انت تسطب جوه الفي ري، يعني ممكن تسطب الفي ري جوه الفي ري، ممكن تسطبه جوه الريفت ويبقى ادنس وتعمل في ري بشكل حلو للريفت. وفي ناس بتعمل رندر بشكل حلو جدا على الريفت ما حدش بيفرق بينه وبين 3 دي ماكس. بس لو انت محترف في 3 دي ماكس خد الشغل من الريفت واعمله في الريندر. يعني انت مش عايز 3 دي ماكس كله، مش عايز منه حاجه غير موضوع الريندر، تمام. او ممكن تبعت لبرنامج ليون وده سهل جدا، او تبعت لبرنامج تو موشن او انسكيب، تمام. انا انصحك بصراحه بتو موشن. طيب في 2014 في اوروبا قالوا احنا هنبدا نشتغل في القطاع العام بموضوع البيم اجباري، والناس بقى هي تبدا تشوف هي عايزه بيم ولا مش بيم. اصبح اجباري في بريطانيا في 2016 ابريل 2016، وبعد كده اسكتلندا كانت في ابريل 2017، ايرلندا كانوا قالوا في 2017. يعني كل دوله بدات تاخد. فرنسا كانت قالت هيبقى اجباري في 2017 وحتى الان مش اجباري. الاركيكاد مركز على الشغل المعماري، يعني مركز على الريفت اركتكشر، وفي استراكشر وفي ام اي بي، يعني هو في ثلاث حاجات. بس هو حتى الان معروف ان هو قوي في الاركتكشر، مهندسين معماريين بيحبوه جدا، بقيه المهندسين قليل لما تلاقي حد بيشتغل فيه، تمام. طيب ده حكومه دبي. حكومة دبي قالت المباني اللي بتزيد ارتفاعها 40 دور وبعد كده خلوها 20، نزل حاجة بعد دي خلوها 20، وبعد كده قال لك أي مستشفى أو جامعة أو مدرسة لازم تكون بيم، أي مبنى بتزيد مساحته عن 300 ألف قدم مربع لازم تبقى بيم، كل المباني المقدمة من مكتب أجنبي مش إماراتي لازم تكون بيم. طيب بعدها بسنة نزلوا حاجة في الدوحة، أغلب الشغل هيبقى بيم، تمام. ويعني قطر والامارات من الدول العربيه المتقدمه في مجال البيم. في مصر، مصر هي البلد الوحيده العربيه اللي عندها كود للبيم، كود تبدا تمشي فيها. ولازم ناخد بالنا ان كود مش معناها الزامي، يعني بيم مش الزامي في مصر، ممكن الزامي في المشروع انما مش الزامي في على العموم، لا، تمام. طيب تعال نشوف ايه التحديات اللي موجوده اللي بتخلينا لما نيجي نطبق البيم ما بيطبقش بشكل حلو. في حاجات سوشيال اجتماعيه، وفي حاجات تكنيكال، وفي حاجات بيزنس. التحديات اللي عندنا في تحديات تكنيكال ان في ناس مش عارفه البيم. يعني لو قلنا نطبق البيم في الجزائر، كم واحد بيعرف بيم في الجزائر؟ ما احنا هيعمل مشكلة كبيرة لو احنا قلنا هنطبق البيم في وما طبقناهوش، تمام. طيب احنا مثلا في قطر شغال باحث مساعد في جامعة قطر، وكان مطلوب مننا ان احنا نشوف البيم هيتطبق ولا ما يتطبقش، ولقينا ان عدد البيم قليل فما ينفعش ان احنا نطبقه. الامبلمنتيشن كنترول، تحكم في التطبيق. اللوكال كود، لازم يبقى في لوكال كود ستاندرد. يعني الامارات ما عندهاش ستاندرد للدوله، بس ممكن كل مشروع يبقى ليه كود خاص بيه. مصر الحمد لله في كود. في مشاكل في الاجهزه، في مشاكل وهكذا. في تحديات في البيزنس، تمام.
ممكن الناس ما تعرفش ايه هو البيم لغايه دلوقتي. البيم مش اجباري. البراماتيك اناليسيس في الار او اي العائد على الاستثمار، في الريديوس مارجنز السكوب، في تحديات خاصه بالسوشيال، الناس مش فاهمه ايه هو البيم، احنا مش جاهزين لموضوع البيم، الناس خايفه من البيم يقلل الوضع بتاعهم في الشركه، الريسك بتاع البيم. فاحنا عندنا لازم يكون عندنا رؤيه لموضوع تطبيق البيم دوت هيتعمل ازاي. فعندنا البيم لازم يكون فيه كولابريشن، لازم يكون فيه كاد موديل مانجمنت، لازم يكون عندنا فيه انفورميشن معينه موجوده، في طريقه لتبادل المعلومات، في انفورميشن سكيورتي وهكذا. تمام. طيب احنا عندنا في كذا ليفل من البيم، لازم نبدا نشوف احنا موجودين في انهي ليفل، وريت يعني تركزوا معايا في الموضوع دوت وانتوا تختاروا. تمام. الصوره دي مش كلها صح، بس هنقول الجزء الصح اللي فيه. طيب انتوا تقولوا احنا في ليفل ايه. تمام. ولازم نكون صادقين مع نفسنا. بريطانيا لما جت تطبق البيم قالت في 2014 احنا عايزين نشوف احنا في انهي ليفل، لو ان هم في ليفل زيرو. تمام. طيب فاحنا مثلا عندنا ليفل زيرو، ده اللي هو اغلب الناس بتشتغل كاد، بتشتغل 2 دي، مفيش ستاندرد موجود، اغلب الشغل لاين وشيب وسيركل وحاجات زي كده. ليفل 1 بدانا نشتغل بيم، بس مش كل الناس شغاله بيم، وفي ناس بتشتغل 2 دي وناس بتشتغل 3 دي، والموضوع مش متكامل. الليفل 2 لا، كلنا شغالين بيم وبنتبادل المعلومات مع بعض، كل عندنا كذا موديل وفي تبادل بين المعلومات مع بعض. الليفل 3، وحتى الان ما حدش وصل لليفل 3. تمام. ان كلنا شغالين مع بعض في نفس الملف، وبنعمل فيها ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي، وبنشتغل بالانترنت كلاود والحاجات دي كلها. فيا ريت بس الناس تكتب لي احنا في انهي ليفل. من رايكم احنا في انهي ليفل؟ تمام. الناس تقريبا في اجماع على الليفل 1. ممتاز، ممتاز جدا. يعني في حاجه بسيطه ومن اثنين ليفل 2، ويبقى احنا راسنا براس بريطانيا ان شاء الله. تمام. طيب الفكره بقى البيم امبلمنتيشن. تمام. طيب احنا دلوقتي ممكن يكون عندنا في الوضع الحالي الشغل فيه مشكله وفي نقص وحاجات زي كده. انت متوقع ان انت اول ما تطبق البيم بكلام عمر ان انت اكسبكت هتقدر مرة واحدة تطلع تعمل شغل كويس جدا. تمام. بس لا، يعني الواقع العملي والتطبيق العملي ان الكيرف بتاعك اول ما تبدا تطبق البيم هينزل شوية. تمام. فممكن تحبط، ممكن توقف الشغل، وبعد كده الكيرف ده يطلع مرة واحدة. ليه بينزل شوية؟ لان اولا انت ما عندكش مكتبة، ما عندكش حد يرشدك، بتجرب بتطبق. انا اول ما بدأت اشتغل بيم ما كانش فيه يوتيوب، ما كانش فيه شرح لا عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي، ما كانش فيه حد بيشرح، فكنت بخبط، كنت بقعد ممكن ساعتين ثلاثة بحاول إن أنا أعمل حاجة. تمام؟ طيب دلوقتي بقى مثلا من المخطط دوت نبص كده عليه، ده اللي هو لما بنشتغل احنا في ال 2 دي في مرحله الديزاين بيبقى المخطط قليل جدا، وبعد كده يطلع، وبعد كده بينزل تاني.
تمام. فالفلوس او الشغل او ان انت تكتشف المشاكل بتتم في المرحله متاخره، فتكلفه ان انت تعدل بتبقى مكلفه جدا. انما مع البيم كل المعلومات تتحط في اول ما بنبدا نشتغل في الديزاين، بتكتشف المشاكل واول الحاجات دي كلها، فتكلفه التعديل بتبقى بسيطه جدا. تمام. فانت في الاول بتبقى منبهر جدا بموضوع البيم، تمام، ومتحمس جدا، وبعد كده تتفاجئ ان في مشكله مش لاقي حل، مفيش حد بيحلها لك، فبتبقى مشكله كبيره. فمع الوقت بتبدا بقى ايه، تحل المشاكل وتكتشف ان الموضوع اسهل وتوفر معاك وقت كتير قوي. ماشي. طيب البيم امبلمنتيشن بلان وي ار موفينج تو بيم بيكوز ات از كريتيكال تو اور فيوتشر. تمام اهو. طيب هنعمل ايه؟ هنفكر ازاي نطبق البيم. هنبدا نعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي. يعني احنا دلوقتي في مرحله اثنين اللي هي موضوع educational training. هناخد كورس زي الكورس اللي احنا بنحضر له دلوقتي، بايلوت بروجكت، بنطبق في مشروع حقيقي وعملي. تمام. وبعد كده تبدا انت خلاص عملت مشروع وطبقت، تبدا تشوف بقيه الناس تبدا تنتقل معاك. تمام. فاحنا بنعمل تريننج. مشكله التريننج ان هو بيديك حاجات نظري من غير ما يربطها بالواقع، فلازم يبقى فيه ربط بالواقع ويكون في امثله حقيقيه ونبدا نشتغل عليها وهكذا. في ناس كتيره بتحاول تخلي الراينو موجود في البيم. الراينو من البرامج الممتازه جدا وبيعتمد على البراماتيك كل حاجه، بس العنصر اللي فيه بيبقى اسمه ماس، بيبقى اسمه كتله، ما بيبقاش اسمه دور، ما بيبقاش اسمه حيطه، فما انتش قادر تفرق بينهم، فناقصته حته صغيره ولما تتعمل تمام، لما بتتحل المشكله دي بتلاقي الموضوع بقى اسهل معاك. تمام. طيب بروسيس اند ورك فلو، بنبدا نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنعملها عشان نطبق البيم. تمام. بنبدا نخطط كده، والله ده اول واحد هيبدا، ده ثاني واحد هيبدا، وهكذا. طيب من ضمن الحاجات برضو في البيم ان احنا برضو بنقفل المشروع بشكل كويس، وفي خطط معينه ان احنا نقفل المشروع. طيب innovation for building process by using BIM. طيب احنا من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعملها في الشركه اللي احنا عايز نطبق البيم ان احنا نبقى عارفين بشكل قوي احنا فين. فبنعمل حاجه اسمها دي بنبدا نعمل تقييم للبرامج، ونعمل تقييم للهاردوير، ونعمل تقييم للنتورك. فتبدا تكتب بكل صدق انت فين ومفروض تعمل ايه عشان توصل اللي بعديها. دي خطوه لازم نعملها كلنا. تمام. فلازم نمشي على الخطوات ونبدا نشوف السوفت وير، هل البرامج اللي عندنا بتشتغل 2D كويس ولا لا. طب وهكذا، كل واحدة من دول في انيشيت، في ديفايند، في مانجر، في انتجريتد، وهكذا. وتبدا انت ممكن تكتشف ان الشركة كلها ممتازة جدا وانتجريتد، بس في الهاردوير فيها مشكلة، فهو ده اللي موقعك. تمام. في أي مشاكل؟ في أحد عنده مشاكل؟ طيب دي برضه من ضمن الحاجات، انت بتبدا تشوف البيم، البوليسي، البروسيس، النود، التكنولوجي. بنبدا نشوف البوليسي اللي موجود فيها، التكنولوجي، البروسيس، نود، الحاجات ديت. كل واحده من دول فيها نقاط جواها، يعني التكنولوجي فيها البيم سوفت وير، في موضوع البروسيس نود، في الاركتكت انجينير، في البوليسي اللي هي العود والاتفاقيات والحاجات دي، البيلدنج سمارت. كل الحاجات دي لازم نظبطها بحيث ما فيش حاجه تقع منها. تمام. طيب نكمل.
في كذا تكنولوجيا ما كانوش هيبقوا موجودين لولا البيم. تمام، في 8 تكنولوجيات البيم هو اللي قدر يدخلهم في مجال الصناعة بتاعنا. هل يوجد مخططون برنامج الراينو؟ الراينو باستخدام المعماري والإنشائي والكهروميكانيكال، وباستخدام مكتب زوحة حديد، وقوي جدا في البرنامج ديزاين. مظبوط يا باشمهندس عيسى. تمام، طيب في 8 تكنولوجيات قوية جدا ما كانوش هيبقوا موجودين لولا استخدام البرنامج. احنا مكملين في موضوع الكاد، ما كانش هنقدر نستخدم التكنولوجيات ديت. من التكنولوجيا ديت الذكاء الصناعي صعب جدا. صعب جدا ان هم كانوا موجودين في مجال البيم. على سبيل المثال الذكاء الصناعي مش هيقدر يتعامل مع خطوط واقواس. الاوجمانتد رياليتي ان انت تلبس النظاره تبقى موجود في قلب الموقع، طب ما هو كله 3 دي، ازاي هتشوف 3 دي؟ مش هينفع. تمام، البلوك تشين البلوك تشين اللي هو التعاملات المادية والحاجات ديت. تمام، طيب الدرونز اللي هي الطيارة الصغيرة اللي بتطير وتصور المكان وحاجات زي كده. انترنت الثينجز اللي هي انترنت الأشياء. تمام، ان الثلاجة تتصل بالنت وتحضر الغداء وتعمل الحاجات دي كلها. تمام، الروبوت، الفيرشوال رياليتي. الفيرشوال رياليتي هي قريبه من الاوجمانتد رياليتي. طب ايه الفرق بينهم؟ الاوجمانتد رياليتي ببقى لابس النظاره وشايف الحاجه اللي موجوده في الموديل مدموجه مع الواقع او موجوده مع المكان اللي موجود فيه. يعني اعتقد ناس كتير لعبت اللعبه ديت ان هو بيلبس نظاره ويشوف حاجات معينه بتمشي، العاب وحاجات زي كده، على الحيطه، على الكرسي، على الحاجات ديت. الفيرشوال رياليتي بتلبسها ما بتشوفش حاجه غير اللي موجود في الموديل. ده الفرق الكبير بين الاوجمانتد رياليتي والفيرشوال رياليتي. في 3 دي برينتنج ان انت بعد ما تعمل حاجه تطبعها. تمام، طيب في سؤال جميل، تعرفنا على مزايا الريفت وتقنيه البيم، ايه هي سلبياتهم او عيوب ان صح التعبير ان كانت موجوده؟ كل حاجه لها عيوب، ما فيش حاجه مالهاش عيوب. من ضمن العيوب مثلا ان انت بقى بتبدا تشوف العيوب دي وتبدا تشوف تقدر تستعين ببرنامج ايه يغطي لك العيب دوت. يعني مثلا هو ما بيعملش تحليل انشائي، ففي برنامج بيعمل، طب اقدر اصدر من ده لده. لو المالك ما عندوش سيوله هو ما يقدرش يتدخل في حاجه زي كده. تمام، يعني في بعض، يعني لو انت هقول لك على عيب مثلا من عيوب الريفت اللي انا بتكلم فيها بقالي 7 سنين. تمام، الا هو ان انا ما اقدرش اعمل اكسبورت لكل الجداول في مره واحده، لازم جدول لجدول. تمام، فده عيب خطير ان انا مش قادر اصدر جداول مره واحده، بياخد وقت على ما اصدر. ان انا مش قادر اصدرهم على الاكسل على طول، لا بصدرهم على برنامج معين وهكذا. تمام، طيب موضوع الروبوتكس والاي اي والانترنت سينجز دي حاجات ما ينفعش نهائي خالص انها تستخدم في الكاد، ودي بتخفض تكلفه المبنى ل 20%. تمام، يعني تكلفه المبنى بتنخفض 20% لو انا بستخدم الذكاء الصناعي، بستخدم انترنت الاشياء، بستخدم الالات بدل ما استخدم بشر، لا استخدم الالات هي تبني الموضوع دوت. تمام، فبيبقى عندي مخطط كامل وبقى فيه سيفتي، مفيش حد هيصاب. تمام، ففيها مزايا كتير جدا ان انت تستخدم الموضوع دوت. واصبح موضوع الاي اي في مصاريف، يعني في
سوق حلو قوي وفلوس كتيره جدا في موضوع الذكاء الصناعي دوت. تمام، الذكاء الصناعي طبعا بيبقى قوي مع البيم لان هو العناصر المفهومه بتشتغل فيه. اه زي باشمهندس محمد امين ميرزاي، نعم تستطيع استخدام نموذجات معلومات البناء في موقع البناء. انا شغال بقالي سنين في قلب الموقع كسايت مش كمكتب، والحمد لله يعني الشغل مش كويس. تقدر ان انت تحل المشاكل، يعني تستخدم الذكاء الصناعي ده في حل المشاكل. تمام، وهكذا. تمام، وبقى عندك اصلا موضوع الذكاء الصناعي اصبح بشكل قوي بيستنتج المشاكل، ويستخدم الذكاء الصناعي بيشخص الامراض. تمام، طيب نكمل. أمثلة على الموضوع الذكاء الصناعي، هو يقدر يحدد التكلفة ويقدر التكلفة، ويقدر يديك التصاميم جينيريتيف ديزاين، يبدأ يوريك تصميم أفضل. هو في نقطة حلوة بس أنا مش فاهمها لأنها تقول إذا غويني علي يسابو، مش فاهم. طيب ريسك، بيبقى فيه استنتاج للريسك، بيعمل بلاننج بشكل كويس، بيعمل استنتاجات ويقلل موضوع كونستراكشن هازارد، بيقلل المشاكل ممكن تحصل. فالذكاء الصناعي بشكل قوي جدا. انترنت الاشياء دي تكنولوجيا قويه جدا، يعني في مليارات هتبقى موجوده، في بيبقى في سنسور وسوفت وير وشكل، و الثلاجه ممكن تدخل تحمل اخر الوصفات وتطلب من السوبر ماركت الاكل ويجيبه لك لحد البيت وتعمل لك الاكله وكل الحاجات ديت. يعني ما حدش محتاج ان هو يتجوز ويبقى دماغه، هو يستعين بالذكاء الصناعي، يجيب ثلاجه ذكاء صناعي ومش محتاج ان هو يتجوز. تمام، طيب فممكن من خلال دمج التكنولوجيات ديت مع البيم تقدر الكمبيوتر نفسه يبقى فيه تعلم ذاتي، ان هو يبدا يتعلم من المشاكل اللي بتحصل في السايت ويتجنبها، ويبقى فيه اداره يعني حتى السيارات ممكن اول ما يحس بخطر معين تقف لوحديها وكل الحاجات ديت. في سمارت تكنيكال زي اللايت والبي ام اس بيلدنج مانجمنت سيستم. انا مثلا كنت في زياره شركه من الشركات ودخلت، وبعد كده ايه على ما هم بيجوا فانا فاتح ورق وعمال اقرا فيه وشغال على الكمبيوتر بس مركز قوي، فما بتحركش نهائي كان على رؤوسهم الطير. فلما بثبت وبقعد مثلا 10 دقايق ما بتحركش، النور بيطفي، بيعتبر ان مفيش حد موجود في الاوضه. تمام، في سنسور لو انت بتتحرك النور بيقل، فانا اول ما النور طفى جيت اقوم فهو عارف ان في حد موجود من السنسور، راح اي نور على طول. بقى تحس كده ان في لعبه، اول ما اتحرك النور يقيد، اول ما اثبت النور يطفي. فكانت حاجه ظريفه يعني. برضو الاوجمانتد رياليتي زي ما انت شايف، انت ما بقاش في حاجه موجوده في الغرفه، وانت من خلال الموبايل او من خلال الحاجات ديت بتبدا تشوف كرسي ترابيزه تبدا، وطب في ايكيا عامله حاجه زي كده. تمام، تقدر تشوف، ممكن بالاوجمانتد رياليتي تحطها على المكنه فتقول لك ده في مسمار، ده المفروض يتفك، المفروض يتربط، حاجات زي كده. دي انا عملت ليها كذا فيديو على بيم اريبيا، ان انا بروح للشركه ومعايا ورقه عاديه، بس الورقه دي اول ما بقرب منها الموبايل، الموبايل بيظهر لي 3 دي، والف بالموبايل فبتشوف كل التفاصيل في 3 دي زي الشكل دوت. ده انا شرحتها كذا مره في بيم اريبيا ازاي تعمل فيديوهات بالشكل دوت. طبعا انت لما بتروح بتبهر الراجل اللي موجود. تمام، وممكن في الموقع تشرح لهم على حاجه زي كده 3 دي، فبتبقى حاجه كويسه جدا. انت موجود في الموقع واللي موجود لا شيء، بس بتلبس النظاره ديت بتبقى شايف كل شغل تكييف ايه اللي هيتركب، مش اللي متركب، ايه اللي هيتركب. يمكن ان يعمل تكنولوجيا بين شخص واحد ام يستلزم الامر عده اشخاص؟ لا، يستلزم عده اشخاص لسبب بسيط، ان مفيش مبنى بيتعمل بشخص واحد، مفيش واحد حتى الان بيشتغل معماري وانشائي وكهروميكانيكا. تمام، مفيش واحد بيشتغل
لكل الحاجات دي مره واحده. انا هحاول احط لكم الروابط عشان تشوفوا الابلكيشنز اللي بتعمل الموضوع للفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، تمام؟ يعني في برامج قويه جدا بتعمل الحاجات ديت كتير جدا بشكل لا يصدق. هبعت لكم ان شاء الله شويه فيديوهات، تمام؟ طيب هحاول ابعتها لكم ان شاء الله اول ما اخلص بس الفيديو دوت، هعمل لكم حاجه زي كده اهي. دي انت مثلا موجود وعلى المكتب بتشوف ده، تشوفوها مع بعض 3 دي، يعني اللي موجود هنا بيشوفها من ناحيه ده يشوفها من ناحيه دي، تطلع معاكم بشكل كويس جدا. طب انا الاحسن ان انا اقعد اوري له ورقه زي كده ولا ان انا اوريها له ب 3 دي بشكل حلو وهكذا؟ فانتوا رايكم يعني، اكتبوا رايكم في التعليقات. طيب ده الفيرتشوال رياليتي، بتلبس النظاره ما بتشوفش غير التصميم، يعني ما بتشوفش الحاجه اللي انت موجود فيها، فكانك موجود جوه البرنامج. ودي فعلا احنا عملناها قبل كده وكان مشروع مهم جدا في قطر اسمه سكيورتي فود. ده حاجه رهيبه جدا، يعني احنا كنا عاملينها كان سبب المشكله ان المالك بيجي في اخر مشروع ويقول لنا لا ده انا عايز اعدل، لا انا مش ده اللي انا عايزه، ده مش انا اللي افكر فيه، تمام؟ فقلنا له لا طب تعالى اوريها لك بتلبس النضاره وتشوف. فخلاص التعديلات والاخطاء قالها لنا قبل ما نبدا ننفذ. كنا الاول بنقعد نبني وبعد كده يجي يقول لنا لا هدوا، بفرض مثلا ان انت وريت تصميم وهو قال لك اه وما كانش واخد باله، وبعد كده قال لك لا حمام السباحه انت حاطه لي في الحديقه وفي جرين، انا مش عايزه كده، انا عايزه فوق السقف. فتخيل ان انت تنقل حمام السباحه من الحديقه للسقف، فهتحطه ازاي في السقف؟ ده مصيبه سوداء، تمام؟ فلا لما بيبقى اثناء التصميم بيبقى احسن بكتير، يقول لي التعديلات ونعملها له اثناء التصميم مش هيكلفنا حاجه، انما بعد ما نفذنا ونكسر ونردم والحاجات ديت بتبقى تفرق كتير جدا. لو احنا بنطبق الموضوع ده كان في كذا مهندس موجود فقال له عايزين نشوفها، فكل مهندس بيلبس النضاره بيكتشف اخطاء عنده في التصميم بيعالجها، يعني بيكتشف ان هو واقف بره المبنى ان في مثلا مكان تكييف ظاهر، فلا اما يبعدها عن السور لا اما يعلي السور، تمام؟ بدانا نكتشف اخطاء ما كناش نكتشفها غير بعد ما خلصنا البناء. فبالفيرتشوال رياليتي ورغم ان احنا ما كناش مقصودين، كان قصدنا كله على الاونر، بس حتى السيفل انجينير والميكانيكال انجينير دول كان ليهم حاجات معينه لما شافوا الحاجه دي. ده مثلا محاضره من ضمن المحاضرات او قاعده من ضمن القعدات. على فكره انا مصور كذا صوره بالنظارات ديت وبالايد ديت، بتبدا تمشي جوه المبنى بالزرار ديت وممكن تلاقي نفسك بتخبط في حاجه لو انت مش واخد بالك يعني. ولما بتقلع النظاره ممكن تحصل لك دوخه بسيطه كده لان انت فعلا بتحس ان انت في مكان تاني خالص، ومره تلاقي نفسك في المكتب، تمام؟ الدرونز فعلا استخدمناه في مشروع، كنا بنصور المبنى كل شويه. دلوقتي بقت تنقل طوب، تنقل حاجات، بتنقل اوزان من مكان لمكان، بتديك ابديتد للتنفيذ، بتديك لو في اخطاء. فالدرونز برضو مرتبطه بموضوع البيم، ان انا اخليها عندها المعلومه هتروح فين بالظبط، فحاجه سيفتي وحاجه بتقلل المشاكل، ما بيخليش ان انا اطلع عامل مخصوص لمكان عالي جدا. تمام، في تكنولوجيا كتيره جدا مرتبطه بموضوع البيم دوت، موضوع الانسان الالي بتبدا تدي له اوامر ان هو يبني بشكل معين، فهو يبدا يبني يعني بيحط الحاجه، وممكن تكون حاجه تقيله، ممكن تكون حاجه فيها خطوره، فهو بيسهل علينا الحاجات دي او بالشكل دوت. في اصبح مباني تتبني بالليزر، طبعا ثلاثيه الابعاد 3 دي برينتر. ده البلوك تشين، دي تكنولوجيا ممتازه جدا، بتضمن لك الفلوس بتاعتك وتضمن ان الدفعات هتتسلم في ميعادها طول ما انت ملتزم بالشغل بتاعك، وبيسجل لك العقود والحاجات ديت. 3 دي برنت دي طبعا ثلاثيه الابعاد، بتطبع لك الحوائط حقيقيه بالمقاس الحقيقي بتاعها وتركب لك كل حاجه، تمام؟ ده بيعمل موديل صغير لبرج ايفل، تمام؟ بيعملوا حديد، يعني في حديد بيتعمل بالليزر بال 3 دي برنت، وفي اكل بيتعمل بال 3 دي برنت وهكذا، تمام؟ هو دي صور لمباني حقيقيه
بتتعمل بالليزر سكان. هم لما جم يطلعوا المريخ قال لك احنا لازم نستعين بالموضوع دوت الليزر سكان. تمام. فلما هم جم لما جم يروحوا المريخ قال لك احنا في مشكلة. يعني لو في ان تكلفة نقل المواد من مثلا من ال في يعني في حد بيقول ميليزا انا حضرت مشروع تخرج استخدموا فيه نظارة 3D وقالوا انها درست صناعتها في الخليج، هل عندك فكرة عن هذا؟ انا شفت كذا مشروع تخرج في جامعة قطر كانوا بيستخدموا النظارة 3D، بس هل الصناعة في الخليج ولا اشتروها من بره ما اعرفش. تمام. فلما هم جم ينقلوا الحاجات المريخ لقوا ان تكلفة الطوب الواحدة ممكن يكلف $1000، فقال لك احنا مش هناخد مواد خام من الارض، لا هنعمل بنفس المواد الخام اللي موجوده في المريخ. ودي اللي قال عليه المهندس حسن فتحي انظر تحت قدميك وابني، يعني ابني من المواد الخام اللي في نفس الارض، ما تنقلش مواد خام من مكان لمكان. فحسن فتحي كان بيعمل كده، فهم فعلا استخدموا التكنولوجيا دي وقال لك احنا مش عايزين نبني حاجه ونحصل فيها كسر، فاحنا هنستخدم تكنولوجيا البيم. فالبيم مستخدم في صناعه المباني في المريخ واي كوكب بعد كده، والليزر ال 3 دي برينتر بدل ما ياخد عمال وبدل ما ياخد مواد خام، لا هياخد 3 دي برينتر يطلعها مره واحده وهي اللي تبدا تبني المباني، ممكن تبني 1000 مبنى مثلا. تمام. طيب ده مثلا برج كان موجود في الكويت، ده اللي عمله فوستر، نورمان فوستر، اعتقد المعماريين كلهم يعرفوه، مين هنا معجب بنورمان فوستر؟ تمام. كان نورمان فوستر عمل مبنى واحد فيهم شكل واحد بس، وبعد كده دخلوا على الذكاء الصناعي، فالذكاء الصناعي بدا يعمل امثله كثيره جدا. يعني هو عمل مبنى واحد وبعد كده الذكاء الصناعي قال لك ايه، طب لو قسمتهم ادوار، طب لو عملت دور في النص، طب لو غيرت البرامتر دوت، وهكذا. فعمل اشكال كثيره، طب لو سبت فراغ هنا. وبعد ما عملوا كده بداوا يطبعوا الحاجات دي بالبرنتر، بال 3 دي برنت. فالناس اللي جم من الكويت دخلوهم غرفه فيهم 100 موديل، تحس كده ان نورمان فوستر قعد 20 سنه يبني في الحاجات دي، هو بنى واحد بس وبعد كده خلى الذكاء الصناعي يبني له الباقي. وده المبنى اللي هم يعني اشتغلوا عليه واللي عجب الناس في الكويت، وده المبنى ده بتاع بنك من البنوك، وده مبنى اتنفس فعلا اسمه ان بي كي بروجكت. تمام. طيب لو جينا نبص برضو على دوت، ده في المريخ بقى زي ما قلنا ان هو بدا يستخدم تكنولوجيا البيم، ان هو بيعمل تصميم كويس جدا في البيم وبعد كده يبعته ال 3 دي برنت. 3 دي برنت بتبني زي ما البيم بيقول بالظبط. دي برضو في المريخ، دي في المريخ، احنا حاليا بنفكر ازاي نعمر المريخ، فدي امثله للي موجوده. طيب كان في ناس تسال على المشاكل الموجوده في البيم، طب تعال نشوف ايه دي الاس دبليو او تي اللي هي نقاط القوه، نقاط الضعف، المزايا، الخطوره او المشاكل ممكن تحصل. تمام. دي لما اي حاجه بنيجي نتبناها اي تكنولوجيا جديده بنعمل موضوع الاس دبليو او 2. طيب نقاط القوه ان هو بيقلل لنا الويست، بيوفر لنا في الوقت، يوفر لنا في الفلوس، بيدي فرصه ان احنا نعمل 3 دي برزنتيشن، بنعمل حل المشاكل، بتخلي الناس تفهم المشروع اكتر، بنقدر نعمل مشاريع اكبر ومشاريع كبيره، بنقلل استهلاك الطاقه، بنعمل مبنى صديق للبيئه، بنعمل حاجه ممتازه وهكذا. طيب نقاط الضعف، نقاط الضعف ان ممكن يكون المجتمع مش مهيئ لكده، او في مقاومه للتعديل، او ممكن ما فيش كود في المكان وهكذا. ففي بعض النقط اللي احنا لازم ندرسها. طيب الفرص، ان انت لو اتعلمت البيم هيبقى عندك ميزه حلوه قوي، ان انت بتعرف تشتغل بيم وبتعرف تشتغل كاد، فسواء انت بنتكلم كشركه او بتتكلم كاشخاص، فدي ميزه بالنسبه لك، ان لو جالك المشروع كده هتشتغل، لو جالك المشروع كده هتشتغل. تمام. طيب في تحديات، ان النقله نفسها مش سهله، لازم
اللي يبقى فيه موافقات معينة مثلا، أو اللي يبقى فيه تبني من الدولة لموضوع البيم، لازم يصدر قرار إن البيم يكون إجباري، أو في الملك نفسه يعرف فوائد البيم فيبدأ يتبنى البيم وهكذا. طيب في برضه تحليل تاني اسمه البي تي اس تي ال اي، تمام، بنتكلم على من الناحيه السياسيه، من الناحيه البيئيه، من الناحيه السوشيال، من الناحيه التكنولوجيكال، من الناحيه القانونيه، من الناحيه الاقتصاديه. فبنلاقي ان كل واحده فيهم ليها في كذا فاكتور بنبدا نفكر فيها. ممكن واحد يحط حاجات اكتر من حاططها، ممكن حد يحط اقل، بنبدا نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نشوف الفكره دي. طيب من الناحيه السياسيه، في دول كتيره بدات تطبق البيم زي هونج كونج، زي الصين، زي الحاجات ديت. لما الدوله بتعمل دفع للبيم من فوق بالبيم يتبنى بشكل احدث، كل الشركات هتبدا تفكر في موضوع البيم بشكل قوي، كل الناس تبدا تشتغل على البيم. لما بيبقى اجباري من الدوله، خلاص نضمن الدوله دي في ظرف فتره بسيطه جدا هتبقى قويه جدا في موضوع البيم. من ناحيه الانفايرمنت لو، التبني البيم في بعض القوانين لازم نخلي بالنا منها، زي مثلا الملكيه بتاعت الملكيه بتاعت الموديل، يعني الموديل دوت مين الملك بتاعه؟ هل هو الشخص اللي عمل موديل هو الملكيه بتاعته، ولا للمالك؟ انتوا رايكم مين الملكيه بتاعته؟ للمالك طيب باشمهندس محمد بيسال سؤال حلو قوي، هل فرص العمل المتاحه في الخليج تتطلب دبلوم او شهاده معتمده في البيم؟ لا ابدا، تتطلب ان انت تكون شغال. طب احل الموضوع ده ازاي؟ مش لازم تاخد شهادات غاليه، مش لازم تاخد كورسات غاليه وشهادات غاليه والحاجات دي كلها، تمام؟ ممكن تعمل حاجه اسمها بورتفوليو، يعني بتبعت سي في فيه معلومات عنك، وبتعمل بورتفوليو سناب شوت الصور للشغل اللي انت بتعمله، فدي بتبقى حاجه حلوه جدا. انا مجرد اللي انت هتاخد بس تعمل ملف باوربوينت وتحط صور للشغل بتاعك، تمام، وتبعت، دي تبقى ممتازه جدا. فرص العمل من حيث الكاد او البيم اخطر؟ لا البيم اخطر، في الخليج البيم اخطر، اغلب الشغل المطلوب بيبقى البيم اخطر، تمام. طيب في نيمار نور بيقول الملك، تمام، كلام جميل، بس لو انا كاتب في العقد، العقد مكتوب ان انا هسلم الملك، انا دلوقتي شركه بتاعت ديزاين وكتبت في العقد ان انا هسلم الملك بي دي اف وكاد، طب انت عايز ملف الريفت ليه؟ انت في المشروع، انت انا ما قلتلكش ان انا شغال بيم، انا قلتلك ان انا هديك كاد وبي دي اف، عايز البيم ده فلوس تانيه، وده بيحصل كتير جدا، واعرف ناس دفعوا 2 مليون عشان ياخدوا الموديل بتاع البيم، لان العقد ما فيهوش ان انا هديك موديل بيم، في ان انا هديك كاد وبي دي اف، فهو لقى ان هو هيدفع فلوس اكتر لو جاب شركه تعمل موديل من اول وجديد. اللي عمل موديل، طب ما اللي عمل موديل مش هيستفاد منه حاجه، اللي استفاد منه الملك، فلذلك لازم نكتب الموضوع ده في العقد بشكل قوي، الملكيه بتاعه الموديل دي لمين، لازم يتكتب كده بشكل صريح، لا مجال فيه للتاويل. لان لو حصل مشكله هنروح للقاضي، القاضي ما يعرفش، فالقاضي هيقعد يعني يدرس البيم عشان يقدر يحكم مين اللي يبقى الملك الموديل، وهندخل في حاجه توصل للمحاكم، تمام. فالايكونوميك، البيم بيوفر لنا كتير جدا في موضوع الاستهلاك، في موضوع الوقت العمل، في موضوع ان المشروع يتسلم في ميعاده، في مشاريع بتقف في نص الشغل لان الفلوس، هو كان عامل حسابه ان المشروع يتعمل ب 2 مليون ومشروع 3 مليون ولسه ما خلصش، فيقول لك لا مش عايزه. ليه؟ كان في تقدير سيء للتكلفه او في مشاكل كتير حصلت. Social factor in many countries it has been observed that every two day architecture and engineer for MEB simply need to give examination to get them upgraded and know new regulations that have been revised to them.
البيم يعني غير الكلام المكتوب، ان البيم بيخليك تبقى فاهم المشروع احسن وفاهم كل حاجه في التفاصيل، حتى لو انت شغال مثلا في قسم انت فاهم الاقسام الثانيه بتتكلم في ايه. طيب بالنسبه للتكنولوجي فاكتور، احنا عندنا كل بعد من ابعاد البيم بيفيد بشكل قوي جدا. عندنا مثلا البيم بيفيد جدا في موضوع ال 3 دي، والناس تبدا تتخيل المشروع، الناس بتستفاد انها فاهمه مراحل البناء. ال 4 دي ال 5 دي بي هيلب ان استيميتنج كوست بيهايند ماتيريال، بنفهم التكلفه سواء ماتيريال واكيوبمنت وكونستراكشن بروسيس ورك. في الاستدامه في ال 7 دي الاسبلت، طيب وهكذا. فبنلاقي برضه حاجات خاصه بالاستدامه. موضوع الاستدامه بالطريقه التقليديه كان بياخد وقت كتير قوي، في البيم بيوفر لي وقت عالي جدا. تمام، فده كان ملخص المحاضره دلوقتي، ونشوف الاسئله بتاعتكم. تمام، ده الايميل بتاعي. طيب انا على ما تقولوا اسئله هوريكم حاجه كده سريعا. ده مثلا ملف مثلا متعمل بيم وبعد كده دخلناه في النفس وركس. تمام، طيب في نقطة كده معينة أقول لك شوية حيل كده في البرنامج اللذيذة. احنا ده مش الريفت، ده برنامج اسمه نفس وركس. طيب أول حاجة أنا عايز أعملها، اول حاجه عايز اعملها في هنا ده معمول برسبكتيف. يعني ايه برسبكتيف؟ يعني زي ما انت شايف كده الحاجات مش مستقيمه، الحاجه اللي قريبه غير مقاس الحاجه اللي بعيده، الحاجه اللي بعيده بتبقى اصغر، فغيرها لأورثو جرافيكس بالشكل دوت. فده بيبقى يعني انا متعود عليه افضل، تمام، هندسيا احسن، وكان طبعا البرسبكتيف اقرب للواقع. بس خلينا نشوفها مثلا بالشكل دوت. تمام، طيب انا عايز اعمل كلاشات اهو. الملف ده اعتقد ما فيهوش موضوع كلاشات، هنعملها مع بعض سريعا كده. كلاش ديتكشن، الفكره ان الموديل معمول بيم. تمام، انا مش عايز اكتر من كده. تمام، اقدر اجي هنا واقول له اعمل لي كلاش ديتكشن بين حاجه وحاجه ثانيه. تمام، يعني مثلا هنا الاستراكشر ده اوتوكاد 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 اوتوكاد. طيب خلينا كده واقول له ران تيست. هو بيبدا يشوف المشاكل اللي موجوده ويبدا يجيب لي معلومات عنها. تمام، شاف في كم مشكله موجوده؟ اتنين كم؟ 223,000 مشكله. كل مشكله فيهم بقى بتقف عليها بيبدا يعمل لك زوم عليها. طيب زوم بس؟ لا، يقدر يجيب لي شكل المشكله دي بين ايه وايه، يبدا يجيب لي المعلومات بتاعت المشاكل بين كذا وكذا هكذا. تمام، كل مره بيبدا يقول لي المشاكل فين موجوده فين، بيعمل عليها زوم. وتقدر تيجي هنا تقول له انا عايزك مثلا تعمل لي هايد اظهر، اغفل اي حاجه ما عدا الحاجه بس ايه اللي احنا عاملين عليها زوم. تمام، اه، فده زي ما انت شايف حاجه سهله جدا. وتقدر تخصص تقول له مثلا لا انا عايز المره دي الحاجات بتاعت المعماري مع الانشائي، انا عايز بين الحوائط والشبابيك، فبيجيب لي الكلاشات بشكل قوي جدا. يبدا يعمل لك زوم على اماكن الكلاشات ويعمل لك دراسه ويقول لك ايه المشاكل بين ايه وايه،
فبنقدر نعرف فين المشاكل ونبدأ نحلها. لو أنا حاولت أكتشفها مانوال هتاخد مني وقت كتير قوي، إحنا بنتكلم في 223 مشكلة، تمام؟ فبتقدر تعمل خليه يجيب لك المشاكل كلها ويبدأ يعمل لك زوم عليها، وتقدر تصدر ريبورت بشكل قوي في صور للمشاكل كلها. طيب أنا هوريكم حيلة سريعة كده ظريفة، تمام؟ سهل جدا الواحد يعملها، تمام؟ هنعمل فيديو مع بعض مش هياخد مننا ثواني، تمام؟ فيو بورت، واقول له ان انا عايز اخد هنا سيف في بونت اهو، وبعد كده هقول له انا عايز اد انيميشن، انا عايز اعمل انيميشن اهو، وهلف بس لفه صغيره كده واقول له ايه، خد لي صوره كمان، وبعد كده الف لفه كمان واقول له خد لي صوره كمان ولفه كمان واخد صوره كمان وهكذا. طيب واجي بقى على الانيميشن هنا واقول له اعمل لي رن، فيبدا يعمل لي حركه اهي. زي ما انت شايف الموضوع ما خدش مني اكتر مثلا من 5 ثواني، بدات تعمل شغل انيميشن. وفي برضو ان انت تقدر تعمل كومنتات لو انت شغال واكتشفت اي خطا، يعني خلينا كده اهو انا لسه يعني بص اهي، اكتشفت مثلا ان في خطا هنا، اكتشفت مثلا ان في حاجات ظاهره هنا المفروض في حته هنا تغطي، فانت ممكن تيجي هنا وتقول له اعمل لي سيف فيو بوينت، وتقدر بقى تكتب الكومنتات اللي انت عايزها في الفيو بوينت دي، وبعد كده تبعتها كريبورت ليك في كمشاكل انت شايفها، تمام؟ تلاقي هنا في ريفيو، تقدر تعمل مثلا كلاود، تقدر تحط كومنت معين انت شايفه، تقدر تكتب تكست زي ما انت عايز. طيب الدوره مش هنتكلم فيها كبرامج الا لو احتاجنا، يعني الدوره معموله على اساس ان احنا نناقش فكره البيم والمنهج بتاع البيم، يعني نفس المنهج اللي بيتدرس في بريطانيا وبيتدرس في استراليا وبيتدرس في اماكن ثانيه كتير، انا اخذت اكتر من دوله هنشرحه، اللي هو المنهج فكره ازاي نعمل بيم اكشن بلان، ازاي نكتب عقد، ازاي اكواد، الحاجات دي كلها. لو احنا شغالين محتاجين نفتح برنامج ما فيش اي مشكله خالص، زي ما حصل النهارده بنفتح البرنامج اللي يخدم التكنولوجيا بتاعتنا. هنتكلم عن تكنولوجيا البيم من الالف الى الياء بكل التفاصيل، ونجاوب على كل الاسئله. برضه النهارده اي حد عنده اسئله هنجاوب عليها ان شاء الله، وانا مش عايزين نركز على موضوع البرنامج، يعني البرنامج ممكن نعمل له كورس خاص بيه، تمام؟ او ممكن حد يقعد يجتهد فيه، بس الاهم من البرنامج ان انت تبقى فاهم التكنولوجيا، بتفرق كتير جدا، تمام؟ ان واحد يستخدم البيم كبيم او يستخدمه ككاد مجرد ان هو وسيله او حاجه زي كده. لا، احنا عايزين نستخدم البيم كتكنولوجيا فيها فوائد كتير جدا. تقدر تكتب عقد، تقدر تفهم تعمل اجتماع، تقدر تحل المشاكل. ممكن نفكر مع بعض مشروع وهمي ويبقى فيه واجب كده معين، يا اخوانا انتوا مطلوب منكم تكتبوا عقد ونشوف، ويبقى فيه مثلا فرق بتحل الموضوع، ممكن نقول لكم اعملوا مشروع وحاولوا تستخدموا مثلا برنامج البيم فيه او حاجه زي كده، يعني الحاجه العامله بتتعلم اكتر. طيب باشمهندس صار تسال احنا ممكن ندرس الجيولوجيا بتاعه المشروع من خلال البيم؟ ممكن ليه لا؟ يعني ممكن في برامج خاصه اسمها مثلا انفرا ووركس 360، دي من البرامج القويه في البيم، وتقدر تدرس الجغرافية بتاعت الأرض، وتقدر تختار لك الأرض لو أنا لسه مش مختار أرض. يعني مش مختار أرض؟ يعني أنا بقول أنا عايز أعمل المشروع ده في الجزائر بس مش مختار أرض، فهو بيبدأ يديني عوامل أختار من خلالها. يعني يقول لي في الإنفرا ووركس أنا هعمل لك اللون أخضر للأماكن اللي أنت محتاجها، أنت عايز إيه؟ أنا عايز مكان يكون قريب من المواصلات عشان الناس ما تقعدش تسافر، خلاص هيديني لون أخضر للأماكن اللي فيها مواصلات متوفره. انا عايز حاجه تكون فيها ميه، يكون فيها كهرباء، يكون فيها كذا، بتكتب العامل هو يبدا يديني الوان ليها. موضوع الجغرافيا طبعا موجود اصلا في قلب الريفت، وموجود في قلب الاركيكاد، وموجود والافضل ان احنا نشوف برنامج متخصص زي برنامج الانفرا ووركس، زي مثلا برنامج سيف 3 دي، بيديني تفاصيل اكتر. وان كان ممكن نعمل الحاجات دي ببرامج البيم التقليديه اللي احنا بنعمل بيها شغل ما بين.
تمام. انا منتظر منكم اسئله يعني، ما شاء الله في من تقريبا 36 شخص، فعايزين يعني كل واحد يسال سؤالين كده. تمام، ولو اي حاجه انا وعدت بيها وما بعتهاش الناس تعمل لي تاج عشان تفكرني، ابعتهالكم ان شاء الله. انا كنت اتكلمت على البرامج اللي هي بتعمل الفيرتشوال رياليتي والجيمنتد رياليتي، هبقى اعملها لكم ان شاء الله، احط الكره بتاعتي. تمام، ممكن برضو من خلال برنامج برامج البيم اللي هو النفس وركس نعمل تايم لاين، نبدا نشوف المبنى وهو بيتبني خطوه خطوه. ممكن نعمل حصر دقيق جدا لموضوع المعلومات اللي موجوده في المشروع بتاعتنا. تمام، ممكن نعمل رندر، هو بيعمل رندر بشكل حلو، بيعمل انيميتور يعني نخلي مثلا العربيات دي تمشي. افضل مرحله تعلم البيم في مسار المهندس المعماري، افضل حاجه ان انت تعمل مشروع بايديك. يعني بص، انسى ان انت تسمع فيديوهات وتسمع كذا، اسمع زي ما انت عايز واحضر دورات زي ما انت عايز، بس لو انت ما اشتغلتش بايديك ملاش اي لازمه. تمام، دي عارف عارف خلاص. تمام، افضل حاجه ان انت تشتغل بايديك، تعمل مشروع بايديك. تمام، ابدا شوف المشروع ايه البرامج المطلوبه، ما تركزش على البرامج بس، ركز على انك تفهم الفكره. البرامج سهله جدا تتعلمها لو فاهم الفكره، يعني لو انت فاهم اداره مشاريع وطلب منك ان انت تتعلم برامافيرا او تتعلم ام اس بروجكت، ما دمت فاهم الافكار بتاعه اداره المشاريع عارفها ورقه وقلم وعلى السبوره، سهل جدا ان انت تشتغل على اي برنامج برامج اداره مشاريع، بس المهم تفهم الفكره والنظريه بتاعه اداره المشاريع. عشان كده احنا الكورس اللي جاي هيبقى شرح للبيم، تكنولوجيا البيم. لو انت فاهم تكنولوجيا البيم ودخلت اي برنامج هتتعلمه بسهوله، ولو دخلت برنامج وعايز تعلم اللي بعديه هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. تمام، ممكن مثلا من ضمن الحاجات اللذيذه برضو خلينا نعمل زي سيكشن كده. تمام، طيب خلينا نخرج من موضوع ال خلينا نروح هوم، وبعد كده هقول له انيبل سيكشن. اقول له بقى ممكن مثلا ايه كده، انت بتعمل سيكشن في 3 دي. تمام، فانت كده شايف جوه المبنى وتقدر تعمل زوم وتبدا تشوف المشاكل وتبدا تفكر فيها. يعني انا مش عارف هو ليه طلع بالبايب دي ونزل، اكيد في سبب ممكن مثلا ما اكتشفناهوش، بس نبدا نفكر فيها. تمام، ممكن يكون في حاجه مش متحمله حاجه زي كده، فاحنا بنبدا نراجع الموديل في 3 دي بيبقى احسن بكتير. يعني حتى لو انت معاك برامج متخصصه ان انت تراجع الحاجه بال 3 دي وتكتشف حاجات ممكن البرامج ما تكتشفهاش. ممكن مثلا يكون في عنصر ناقص، في حاجه ناقصه، عشان كده هو مش قادر يشوفها. يبدا يشوف الشغل الترابيزات. تمام، في حاجات خايره طبعا، ده ضغط تكييف. كل حاجه بتعمل عليها سيلكت تقدر تشوف الخصائص بتاعتها بروبرتس، تقدر تحط فيها لينكات عشان تشوف. ازاي البيم الانتيريور ديزاينر بيشتغل في البيم؟ فاكر في كتاب كامل عن البيم مع الانتيريور ديزاين. هي فكره الانتيريور ديزاين، انا حتى عامل كذا فيديو، يعني لو حد بس يفكرني او يكلمني على الخاص ابعت له الفيديوهات بتاعه الانتيريور ديزاين ديت،
كذا فيديو في الانتيريو ديزاين ان هو نفس الخطوات اللي بنعملها في السكتش اب او بنعملها في 3 دي ماكس بتبقى اسهل بكتير، اسهل بكتير في البيم. تمام، اسهل بكتير ان احنا نعملها في البرامج الريفيت والحاجات ديت. وبيديني اضافه لكده موضوع لو في اي كلاش بيجيبها لي، لو في اي حاجه غلط بينبهني، لو الحصر محتاج ان انا احصر الكميات بيجيبها لي. ففي الريفيت في امكانيات حلوه جدا، يمكن مش مشهوره بس امكانيات حلوه بتخليني اتحكم في الماتيريال بشكل قوي، بتخليني اعمل حركات في الانتيريور ديزاين اسهل بكتير من السكتش اب او من ال 3 دي ماكس. فهو انا عامل كذا فيديو في موضوع الانتيريور ديزاين ده ازاي يقدر يشتغل او يعمل نفس الحاجات، يعني اي تلاقي اي حاجه معموله بالسكتش اب او بال 3 دي ماكس واحنا هنعملها بالريفت بسهوله جدا، او باي برنامج انت عايزه. تمام، بتلاقي نفس المزايا وبتلاقي نفس السهوله، ويعني بيبقى لذيذ جدا في الشغل معانا. كطالب هندسه معماريه من اين ابدا؟ ابدا من ناحيتين، ابدا من الناحيه النظريه والناحيه العمليه. الناحيه النظريه ان تفهم فكره البيم ونظريه البيم والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت، والجزء الاخر ان انت تختار برنامج واحد تشتغل عليه، ما تشتتش نفسك في البرامج، ركز على برنامج واحد لما تتقنه اتقنه. يعني الامام علي بن ابي طالب بيقول كلمه حلوه قوي، قيمه كل امرين ما يحسن، قيمتك الحاجه اللي انت بتحسنها وبتتقنها. فانت لازم تتقن حاجه معينه برنامج واحد، ما تشتتش نفسك. يعني لما تختار اركيكاد، لما تختار الريفت او اي برنامج اخر، مش بنعمل دعايه لبرنامج معين، وتشتغل عليه بشكل قوي، دي اهم من ناحيه ثانيه. تمام، لو اتقنت برنامج هتلاقي كل البرامج الثانيه اسهل، زي لما انت تتعلم لغه واحده اللي هي اللغه الام سهل جدا انك تتعلم لغه ثانيه، انما لو انت مش متقن اللغه الام صعب ان انت تتقن اي لغه ثانيه. تمام، فانت محتاج الجزء النظري كويس جدا والجزء العملي، ما ينفعش الاثنين. ينفع الجزء النظري لوحده من غير العملي؟ لو انت دكتور في الجامعه وبتدرس المنهج، فانت ممكن ما تشتغلش عملي، تجيب واحد يعمل الشغل العملي. تمام، لو انت شغلت جزء عملي من غير الجزء النظري هتبقى زي موديلر، عارف تعمل الحاجات بس مش قادر تستفاد منها استفاده حلوه. لازم تبقى عارف اقصى حاجه في البرنامج، لازم تبقى عارف ازاي نطور فيه، ازاي في مزايا خفيه ممكن تعمل انت الموديل وتستفاد استفاده واحده، بينما لو فهمت فكره البيم تطلع لك افكار استفادات اخرى غير الفكره ديت. تمام، طيب هو كده بيعمل سيف، هو كل فتره كده بيعمل سيف. ممكن تاخد سكشن 4 دي 3 دي، يعني تاخد سكشن لذيذه جدا. تمام، ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اخد مثلا سكشن بوكس وتحرك البوكس كله مره واحده بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اعمل له روتيت فتعمل روتيت للسكشن. ممكن تقول له انا عايز اعمل سكيل، بتلاقي اهو فانت كده شايف الحاجه وشايف المشاكل وتعمل زوم على الحاجة، كل حاجه انت عايزها زي ما انت عايز. فانت كانك انت داخل جوه المبنى وبتشوف المشاكل، فسهل جدا تكتشف لو في اي حاجه خبطه في حاجه، لو في حاجه مش مظبوطه وهكذا. يعني انا بعمل كده ووك ثرو بنبدا نكتشف مشاكل كتيره جدا ما كناش واخدين بالنا منها. تمام، طبعا عندنا هنا موضوع الريندر بشكل قوي، تقدر تختار ان انت تعمل رندر على الكلاود بتاع اوتوديسك بحيث ان انت ما تهلكش الجهاز بتاعك ويكون الرندر كله هناك. هنا مثلا عامل الاستير، عملت سيلكت على كل الاستير الموجوده، اقدر اعمل لها هايد او اخفيها او كده.
فهو بيديك إمكانيات حلوة جدا للبرنامج بتاع النكس وركس. طبعا برامج البيم كتيرة، بس ركز على البرنامج اللي أنت تشتغل بيه. تمام، أنا لو في برنامج حلو بس مش هشتغل بيه، مش هشتغل بيه أكيد يعني. تمام، إنما لو في برنامج مثلا أنا جربت النكس وركس ممتاز. تمام، يعني إن أنا أعمل برزنتيشن بلاقيه خفيف معايا في الشغل. طيب الأسئلة يا أخوانا، لو في أي حد عنده أسئلة ما جاوبناش عليها يا ريت. تمام، زي ما أنت شايف أي حاجة بتعلم عليها بيبدأ يجيب لك المعلومات بتاعتها بالتفصيل. دي غرفة البلانت روم سايت الأوفر فيو. طيب في حد عنده أسئلة؟ إيه هي برامج الريندر المستعملة؟ في برامج ريندر متخصصة، وكل برامج الريندر كلها بلا استثناء بتقبل إن هي تاخد الشغل من الريفيت. عندنا 3D Max بياخد شغل من الريفيت، عندنا المايا بياخد شغل من الريفيت، عندنا البلندر بياخد شغل من الريفيت. كل البرامج دي في يعني حتى اسمه دوت الفي راي بيساتوا جوه الريفيت. التوين موشن واليومن والانسكيب دي من افضل البرامج اللي موجوده جوه الريفت مثلا. تمام، اشهر مشروع حديث تم بناؤه بتقنيه البيم، كل الاستادات بتاعت الفيفا اتعملت بالبيم. تمام، في المتحف المصري اتعمل بالبيم. تمام، في البرج المملكه اللي هو في الرياض، اللي هو في الرياض اعتقد السعوديه، كنت انا هبقى مسؤول عنه بس حصل ظروف، معمول بالبيم. انا شغلت في مشروع مول في قطر مثلا، في هنا كان معمول بالبيم. توسعة الحرم المكي، انا كنت شغال في جبل عمر كان معمول بالبيم. توسعة الحرم المدني برضو معمول بالبيم. ايه تاني؟ ابراج العالمين اللي دي مدينة كاملة في مصر ناحية اسكندرية معمولة بالبيم. فالمشاريع كتير جدا اللي اتعملت بالبيم اصبح اساسي. يعني لو انت عايز تعمل مشروع كبير جديد لازم يكون بيم. ممكن نعتمد عليه في مشاريع حقيقية ومشاريع تخرج الاثنين. هل البيم 360 مثل نفس ورك توريفت؟ لا، البيم 360 مختلف تماما. البيم 360 معناه ان هو اونلاين بيشتغل على الانترنت. في منه كذا نوع، في منه دوكيومنتس يعني بترفع الملفات ولسه ثانيه تعملها داونلود، ملوش اكتر من كده. في حاجه ثانيه بتبقى ديزاين. تمام، بيبقى ان احنا بنشتغل بدل ما احنا بنسيف الشغل على السيرفر، لا بنسيف على السيرفر بتاع اوتوديسك. في حاجه ثانيه بتبقى اوبريشن تشغيل، وفي حاجة اسمها فيلد اللي انت في قلب الموقع بتصور الابديتد للمكن بحيث ان تعمل له ابديتد في قلب الموقع. ده فيلد ده بيشتغل على التابلت، فهو مختلف تماما.
متوسط البيم مانجر في اوروبا، ما يعني ما اعرفش الصراحه، بس كان في وثيقه معينه ممكن ادور لك عليها ابعتها لك. يعني كان في ورقه كده فيها اسعار البيم مانجر متوسط في اوروبا وكده، تمام. الورقه دي انا عاملها فيديو بس مش معايا الرابط دلوقتي، اللينك دلوقتي، فانت بس فكرني اعمل لي تاج وانا ان شاء الله هعملها لك. وشكرا لكم جزيلا، تمام. وانا معاكم لحد ما الناس يعني تزهق من الاسئله. لو اي حد عنده اي اسئله في اي حاجه انت تحت امركم. مستر عمر، ايوه مساء الخير. تمام. شكرا بالفرنسي نقولوا ميرسي بوكو، ثانك يو فيري ماتش. اعتقد ما فيش اسئله تانية. كم انتوا الاسئله تاعكم؟ خلاص شكرا، نظن كانوا ساعتين بزاف مفيده للطلبه تاعنا. شكرا على المشاركه تاعك معنا، ونتمنى ان شاء الله نتقابلوا في دوره تاع البيم تفصيليه ان شاء الله. بسم الله الله يكرمك، تمام. So thank you so much. ونقول لك للمرة الجاية إن شاء الله. شكرا. الله يكرمك، شكرا جزيلا.